ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، باشمهندس مستنيك عمر، السلام عليكم. سامعيني كده يا جماعة؟ عشان صوتي تمام كويس؟ سامعين طيب تمام. الخط بس كان أو الصوت كان قاطع عندي، لسه جاي حالا. تمام، خلاص تمام، نبدأ إن شاء الله. اتفضل عشان مع حضرتك. طيب تمام. طيب السلام عليكم يا جماعة، كل عام وانتم بخير، إن شاء الله تكونوا دايما في أحسن حال يا رب. إن شاء الله بنكمل المحاضرات بتاعتنا عن البروجكت مانجمنت، وبأكد تاني إن المحاضرات دي برعاية نقابة المهندسين المصرية مشكورة، وبيم أرابيا مشكورين، وبروجاكس ليميتد يو كي. وإن شاء الله النهاردة هنكمل المسيرة اللي احنا بدأناها في فهم المبادئ بتاعة علم إدارة المشروعات، وهنبدأ نكمل مرحلة التخطيط. كنا احنا بدأنا بسرعة كده، أنا بحب دايما أعمل ريفريش للناس على اللي احنا خدناه، ده بيساعدهم كتير قوي إن احنا نكمل الموضوع بشكل أبسط. احنا بدأنا فهم علم او اساسيات علم بروجكت مانجمنت، يعني ايه بروجكت مانجمنت، يعني ايه كونسترينتس، يعني ايه استراتيجي، وبعد كده دخلنا في بعض المصطلحات زي مصطلح الستيك هولدرز، وبعد كده بقى نتكلم على المنهجيه، يعني ايه منهجيه ويعني ايه احترافيه. وقلنا عشان ابني منهجيه في المؤسسه بتاعتي بمر باربع مراحل، لازم استعد واعمل جاب اناليسز، وبعد كده ابدا اعمل ديفلوبمنت وابني السيستم، وبعد كده ابدا اطبق السيستم واعمل الامبلمنتيشن، وبعد كده طبعا بحتاج اعمل اوتوميشن عشان استفيد من مجموعه السوفت ويرز والبروجرامنج اللي موجود، ان انا اطور المنظومه اللي انا بنفذها او الميثودولوجي اللي انا بنفذها في المؤسسه. وبعد كده اتكلمنا على مكونات لما اجي اعمل ديفلوبمنت للمنهجيه، هيبقى عندي مجموعه من العمليات، مجموعه من البروسيسز. البروسيسز ديت بتتقسم تحت عناوين اسمها النوليدج ارياز، العلوم اللي احنا بنحتاجها في اداره المشروعات زي علم السكوب وعلم السكادجول وعلم الكوست والكواليتي وهكذا، العلوم اللي احنا اتكلمنا عليها. وبتندرج كمان تحت مراحل اللي بنسميها المانجمنت بروسيس جروبس او البروجكت مانجمنت لايف سايكل، اللي هي الانيشيشن والبلاننج والاكسكيوشن والكنترول او الكلوز اوت، او لو عايز تختصرهم في البي دي سي اي اللي هم الديمينج سايكل، بلان دو تشيك اكت. وبعد ما بتحط البروسس بتاعتك بتبدا تمسك كل بروسس وبتبدا تبني لها البروسيجرز بتاعتها اللي بتحط فيها هو ويل دو وات، وهنعمل ايه وامتى وازاي، نحط البروسس فلو اللي احنا هنشتغل على اساسه، بنعمل الفورمز والتمبلتس اللي احنا هنملاها طول ما احنا بنشتغل في البروسس، بنحط اللوجز وبنعمل التقارير او التمبلتس بتاعت التقارير اللي احنا هنشتغل عليها، وبنحط كي بيرفورمانس انديكيتورز اللي هتبدا نقيم من خلالها الشغل اللي بيطلع والبروسيس اللي بتتعمل عشان احدد السكسس والفيلير، النجاح والفشل اللي انا بحققه من خلال تطبيقي لمنهجيه اداره المشروعات، واقدر احاسب الناس على الشغل اللي هم بيعملوه في اداره المشروعات عن طريق الكي بي اي. طيب هنيجي دلوقتي نتكلم على مرحلة البلاننج، كنا اتكلمنا فيها وكنا اتكلمنا على بعض النولج اريا زي علم السكوب،
وهنكمل النهاردة في البلانينج، وهنبدأ نتكلم على الاسكادجول مانجمنت. قلنا البرنامج الزمني، اتكلمنا المرة اللي فاتت عن انت ازاي تبدأ ترتب طريقة تفكيرك في ان انت تتعامل مع التايم في المشروع بشكل احترافي. وقلنا ان الشغل اللي احنا بنعمله في المشروع عبارة عن مجموعة من الاكتيفيتيز، عبارة عن مجموعة من التاسكس. التاسكس ديت في منها المهم وفي غير المهم، في منها في بريوريتي او في ايرجنسي، وفي حاجات نوت ايرجنت ومحتاج وممكن تأجلها. فدول بيجمعوا في مجموعة من الجروبس اللي بتخلينا اقدر اتعامل معاهم بالشكل المظبوط بتاعهم، زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت ازاي تتعامل مع حاجه urgent و important، وحاجه not urgent but important، وحاجه not urgent و not وهكذا. وحطينا طبعا مش هعيد تاني عشان ما اضيعش وقت المحاضره بتاعتنا. طيب البرنامج الزمني بقى عشان يكمل بشكل سليم، كان جه في احد الاسئله وجاوبنا عليه في احد الاسئله، بيتبني معاه حاجه بنسميها الاسكادول كونفيدنس باكج، او في بعض الشركات بيسموها الاسكادول ناراتيف. سميها زي ما تسميها، ممكن تسميها الاسكادول بيزس، تمشي برضو مش مشكله. عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا احط المعايير اللي هبني عليها البرنامج الزمني، زي برضو ما شرحت في المره اللي فاتت في احد الاسئله او اجابه احد الاسئله. فمن ضمن المعايير البرودكتيفيتي ريتس، المعدلات الاداء اللي انت هتشتغل بيها. تمام، انا هشتغل بعماله، العماله دي بتعمل المحاره كم متر مسطح في اليوم، بتعمل بلاط مش عارف كام، الحفار بيحفر كم متر مكعب في اليوم، وهكذا. بجيب المعلومات دي منين؟ يا اما بستخدم بعض الموسوعات العلميه. انا طبعا احنا عملنا الجروب بتاع الواتساب، مشكورين الجماعه بتوع مهندس عمر ومهندس محمد عملوا الجروب بتاع الواتساب، فان شاء الله هبدا انزل لكم الماتيريالز اللي وعدتكم بيها. واي حاجه يا جماعه يعني حد بس يقول لي على الجروب، وانا ان شاء الله هبدا يعني انزل لكم حاجات كتيره ان شاء الله على الواتساب جروب. فهنزل لكم بعض الكتب عن البرودكتيفيتي ريتس، عندي كتب قيمه جدا بس في مجال طبعا الكونستراكشن. واوريكم برضو يمكن اشير معاكم كمان شيت انا كنت عامله اكسل، فيه برضو مختصر او معظم الحاجات المهمه اللي بنستخدمها كبرودكتيفيتي ريتس في المشاريع بتاعتنا، مشاريع الكونستراكشن. طيب دي بعض المصادر اللي احنا ممكن نجيب منها البرودكتيفيتي ريتس. والنورمز بقى بتاعتك اللي هي انت شركتك بتبقى عندها خبرات بالعماله بتاعتها المدربه اللي شغاله معاها، فمن خلال النورمز بتاعتك بتبدا تستخدم وتملى البرنامج الزمني بتاعك بالمعلومات اللي تبقى اكثر دقه من معلومات جايبه من كتاب ومن جايبه من مكان تاني. هديكوا كده برضو مثال عشان تبقى عارف برضو ان انت احيانا ان انت تاخد البرودكتيفيتي ريتس من شركه او من مؤسسه او من حته وتشتغل بيها، ده ساعات ما بيبقاش صح قوي. يعني كان في مشروع، والمشروع ده كان فيه بعض الاكتيفيتيز كده جديده ما عندناش ليها نورز، ما عندناش ليها، فقعدنا ندور على برودكتيفيتي ريتس. فحد جاب لنا كنا ساعتها بنشتغل في احد الدول الخليجيه يعني، فحد جاب لنا البرودكتيفيتي ريتس اللي بتشتغل فيها تشتغل فيها احد المؤسسات الكبيره في بريطانيا. خدنا البرودكتيف ريتس وبدانا نطلع بيها الديوريشن، لان طبعا زي ما اتفقنا الديوريشن هي علاقه وطيده بالبرودكتيفيتي ريتس، وفي معادله بتقول ان الديوريشن بتساوي الكوانتيتي على البرودكتيفيتي ريتس على النمبر اوف ريسورسز على حاجه اسمها الفاكتور، وممكن اشرح لكم يعني ايه الفاكتور. المهم فبدانا نحسب الديوريشن بناء على البرودكتيفيتي ريتس اللي جات لنا. لما جينا نشتغل شفنا ان الاكشوال بعيد قوي عن اللي احنا كنا مخططينه في البرنامج الزمن، كان منظرنا بصراحه وحش جدا. فالشركه الاداره جابونا قالوا يا جماعه في حاجه غلط، روحوا شوفوا كده ايه المشكله. فبصراحه عملنا انفستيجيشن فاكتشفنا حاجه مهمه جدا، شفنا البرودكتيفيتي ريتس
اللي بنشتغل بيها في هذه الدولة الخليجية اختلف تماما عن اللي كانت جاية لنا من بريطانيا، كانت تقريبا 0.35 لو أنا أتذكر الرقم يعني. يعني متخيل 0.35، يعني الإنتاجية يعني تقريبا تلت الإنتاجية اللي الناس بتعملها في بريطانيا. طب ليه؟ قعدنا نحلل طبعا، يعني مش الوقت برضه أقول لكم كده كام نقطة، لو أنت قعدت تفكر معايا أنت ممكن تبدأ توصل للنقط دي باي لوجيك. يعني مثلا درجة الحرارة، درجة الحرارة طلع عليها تأثير كبير جدا في الإنتاجية. العامل اللي بيشتغل بدرجة حرارة مناسبة، درجة حرارة مش حر قوي او مش ساقعة قوي، ده بينتج احسن بكتير من اللي شغال في جو مثلا كويس، او فالجو بيفرق يعني. الحاجة التانية اللي اكتشفناها التول، اللي اكتشفنا ان في بعض الادوات العمالة بتستخدمها بتوفر لها كتير جدا في الانتاجية. طيب ايه تاني؟ الحاجة بقى بصراحة اللي لقيناها مهمة جدا جدا، ان لما بتيجي تقول سكيلد ليبر، سكيلد ليبر دي بتختلف بصراحة من بلد لأخرى، مش هذكر بلاد عشان حساسية الموضوع ده، لكن كلمة سكيلد ليبر دي يا جماعة لازم تحط تحتها كام خط كده. ان مثلا في بريطانيا عندهم سكيلد ليبر دي حاجة كده مقدسة، يعني سكيلد ليبر يعني بجد سكيلد ليبر، يعني السباك بيبقى معاه شهادة وواخد يعني حد فاهم يعني ايه سباكة، حد مبلط عارف يعني ايه، واخد شهادة في تركيب السيراميك، البلاط السيراميك ولا الحاجة دي كلها. فاذا الراجل مدرب، وبالتالي المعدل الاداء بتاعه عالي لانه مدرب جدا ومتعلم، ومتعلم يعني الشغلانه بتاعته في السكول او في المكان المعهد اللي علمه الشغلانه دي، سواء كانت سباكه كهرباء وات ايفر يعني. لكن في بعض الدول للاسف لا، يعني هو العامل السكيلد ليبر ده يعني ده مش ولا عامل مدرب ولا حاجه، ده حد في بعض الدول الخليجيه بصراحه للاسف يعني هو بيجي شخص برضو من يجيبه حد من جنسيه معينه ويحطوه انت بتعرف تعمل ايه، ويقول له ما انت خلاص تعالى اشتغل مبلط، تعالى اشتغل. طبعا انتاجيته بتبقى زي الزفت وشغله تعبان جدا، وتقعد تدربه عبال ما توصله لانتاجيه كويسه، وعبال ما تدربه تلاقي الشركه اللي مأجره لك تاخده وتوديه في حته يعني. فعشان كده ده كان عامل مهم جدا في موضوع الانتاجيه. فخلي بالك وانت بتحسب المعدلات بتاعتك، وانت بتبني الاستيميت كونفيدنس باكج او البيزس اوف استيميشن، تطلع برنامج زمني رياليستيك يعني. طيب اللي عايز اتكلم فيه تاني برضو في موضوع البرنامج الزمني، حاجه بنسميها الكومبريشن اوف ذا سكادجول. كومبريشن اوف ذا سكادجول، ايه هو موضوع الكومبريشن اوف ذا سكادجول ده؟ اللي بيحصل ايه، وزي ما اتفقنا احنا قلنا ان المحاضرات ديت مش كورس يا جماعه ومش منهج متكامل، لانها بس كانت تعريفات يعني. ان شاء الله لما نرتب مع بعض حاجه متكامله انا هقول لكم بقى المواضيع كلها بالتفصيل يعني، لكن انا بحاول اديك بس الهايلايتس كده يعني نفكر فيها مع بعض ونشوف اهميه العلم ده ازاي بيأثر، عشان لسه اللي هو لسه حاسس ان هو الموضوع ده مهم الكلام ده يبقى على الاقل خد شويه امثله حقيقيه تقول لا ده الكلام ده مش مهم، بس ده من غيره كوارث يعني. المهم كنت عايز اكلمكم على موضوع الكومبريشن. ايه الكومبريشن ده؟ ان انت لما بتيجي تعمل برنامج زمني لاول مره، وطبعا اكيد بيسمعني بلانرز كتير او بلاننج انجينيرز في الاودينس، الحمد لله الفيديوهات عامله اللي شيروها الجماعه بتوع بي ام عربيه مشكورين، الحمد لله اتفرج عليها عدد كبير من الناس يعني. فاكيد بيسمعني ناس دلوقتي بلاننج انجينيرز وناس بروجكت مانجرز، فبيجي يعمل البرنامج الزمني بيبدا يبني البرنامج الزمني، يحط الديوريشن، وبعدين يبدا يعمل حاجه اسمها السيكونسنج، برضه مش عايز اتكلم عنها تاخد وقت كبير جدا، وانا عايز يعني اديكم حاجات اهم في المحاضره بتاعت النهارده، ولو عملنا كورس متكامل نبقى نشرحها بالتفصيل ازاي بنعمل السيكونسنج ونربط العلاقات المنطقيه بين الانشطه، وايه انواع العلاقات، وايه اللي بيحكم العلاقات، وليه بختار علاقه فينش تو ستارت، والكلام ده ليه اساسيات كده ممكن نبقى نشرحها ان شاء الله بعدين. المهم اللي انا عايز اقوله ايه، ان بعد ما بتعمل البرنامج الزمني وتربط العلاقات بالمنطق بتاعها باللوجيك بتاعها المنطقي زي اصول الصناعه ما بتقول، تمام، بتلاقي البرنامج الزمني انت مثلا عندك مشروع في سنتين، بعد ما بتظبط او بتبدا تخلص البرنامج الزمني لاول مره كده او الترايل ما بيخلصش في سنتين على طول ابدا، عمره ما بيطلع في سنتين، يطلع لك بقى في سنتين ونص، يطلع لك في 3 سنين، يطلع لك انت بقى وايه، وفيها جزء شويه ايه يعني على حسب انت بنيته ازاي. المهم في الاخر مش هيطلع سنتين يعني الخلاصه، والناس طبعا اللي شغالين في البلاننج عارفين الكلام، مش هيطلع سنتين، هيطلع
لكن انا طبعا عقدي سنتين او المطلوب مني سنتين، فمش هينفع ادي سنتين ونص ده لحد ولا اوريه لحد. طب بعمل ايه؟ عايز اخلصه اظبطه. فبعمل حاجه اسمها كومبريشن تكنيك. بصوا بقى عشان دي بقى حته مهمه جدا يا جماعه. انت لما بتكون سايق عربيه، ركز بقى معايا عشان ده الكلام بقى اللي ايه يعني مفيش حد بيعرف يقوله كتير يعني. انت سايق عربيه وبعدين هتخبط في حاجه قدامك، هتعمل ايه؟ تقول سهل، هتضرب فرامل. حلو، يبقى في فرامل، يبقى في فرامل، يبقى في حاجه هدوس عليها هي اللي توقف العربيه. تمام. طيب التسجيل بتاع العربيه عالي قوي ودانك طب سهله، هتعمل ايه؟ هتروح موطي، بس في زرار توطي منه. ايوه. اذا خلي بالكم يا جماعه، المانجمنت الناس اللي بتشتغل مانجمنت بروفيشنال عندهم احترافيه، عندهم زراير، عندهم فرامل، الناس التانيه ما عندهاش كده، بيلبسوا في الحيطه كتير، ما عندوش فرامل، مش لاقي حاجه يدوس عليها توقف، تلاقي دايما صوت لا انا عندي. فانا هنا هبدا اقول لك يعني ايه فرامل، يعني ايه زراير. انا دلوقتي عندي هنا، لما تيجي بقى برنامج زمني كبير تقول لك يا عم اعمل ايه، ما هو البرنامج الزمني طلع كده. لا، في زراير، في عندي مؤشرات، في عندي زرار بيعلي ويوطي البوتاجاز، اعلي على الاكل ولا اوطي، لازم عندي كنترول على الكلام ده. فانا عندي زراير، فهنا ده اول زرارين بنتحكم فيهم في البرنامج الزمني، زرار اللي هم اللي زرارين تحت عنوان اسمه الكومبريشن تكنيك. الكومبريشن تكنيك، الضغط، ضغط البرنامج الزمني ازاي. فعندي زرار اسمه الكراش، وعندي زرار اسمه الفاست تراك. كراش وفاست تراك. فكرة الكراش ايه بقى؟ فكرة الكراش ايه؟ انا عايز اكتب بقى بصراحة عشان احاول اشرح لكم. بصوا كده يعني ايه كراش. انا عندي زي ما اتفقنا ان الديوريشن بتاع اي نشاط بيساوي الكمية الكيو على البي على الدي على الاف. يعني لو انا عايز اعمل اكسكافيشن، عايز اعمل حفر، ده كميه الحفر كوانتيتي، ده معدل اداء اللودر اللي هشتغل بيه، سوري دي ان مش دي يا جماعه، دي ان، في على نمبر اوف ريسورسز اللي هي عدد اللوادر، وده الفاكتور. ايه الفاكتور ده؟ هقول لك. فاكرين لما شرحت لكم من شويه، عشان كده شرحت لكم المثال بتاع بريطانيا والمعدلات ده. انت جايب المعدلات من مكان، طيب انت لما تيجي بقى تشوف انت تاثير درجه الحراره على المعدلات دي قد ايه؟ تلاقيها بتنزلك مثلا 20%. بدل ما تقعد تغير معدلات الاداء، لا يضرب في فاكتور 0.8. يبقى انت كده ايه، بتضرب في فاكتور بيبدا يظبط لك المعدلات اللي انت جايبها بحيث تتماشى مع الواقع اللي انت شغال فيه. فهي دي فكره الايه، الفاكتور دي. لكن في العادي هي واحد، المفروض تبقى واحد يعني. لو انت ما عندكش او بتشتغل بالنورمز بتاعتك. طيب، يبقى احنا عرفنا يعني ايه برودكتيفيتي ريتس والنمبر اوف ريسورسز والكوانتيتي بتاعتنا، ودي بتطلع لي ايه؟ الديوريشن. حلو. ففكره الكراش اللي هو اول زرار عندي، انا عندي زرار كده، في زرار زي كده، زرار البوتاجاز او زرار الراديو، هيبدا الزرار ده اتحكم فيه. بص بقى جميل قوي، بقى عندي حاجه هتديني تحكم على البرنامج الزمني. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اضغط البرنامج الزمني. يعني ايه؟ يعني عايز اخلي البرنامج الزمني بدل ما يخلص في مثلا سنتين ونص يخلص سنتين. يعني عايز اعمل ايه تاني برضو؟ عايز انزل الديوريشن. دي احد الافكار اللي هي بنسميها الكراش، مصطلح اسمه كراش. طيب هاجي بقى اعمل ايه؟ انزل الدي. طب تعالى كده كسيمبل ماث او يعني معادله حسابيه، عشان تنزل الدي عندك كام حل؟ عندك ان انت تنزل الكيو او ترفع البي او ترفع الان. طبعا الاف دي ما فيش فيها تحكم. تمام. طيب هل ينفع عشان اخلص المشروع بدري اقول مش هحفر كل الارض؟ لا طبعا، يبقى احنا مش هنلعب في الكيو، مش هنعرف نلعب في الكيو. تمام. طيب هل معدلات الاداء دي بتلعب فيها؟ اه، بس بتلعب فيها عن طريق الايه، النمبر اوف ريسورسز. يبقى هي دي باختصار فكره الكراش. يبقى الكراش هو ان انا هعلي النمبر اوف ريسورسز بتاعتي، وخلي بالك بعلي النمبر اوف درايفنج ريسورس. درايفنج ريسورس اللي هو الريسورس الحاكم او الريسورس اللي بيسوق عمليه الانتاجيه. تمام. يعني مثلا عندي
حفر بحفر بلودر، يبقى اللودر هو معدل أدائه هو الدرايفر بتاعي. لو أنا بعمل محارة يبقى عامل المحارة هو معدله هو الدرايفر بتاعي. تمام، فهبدأ هنا أعلي النمبر اوف ريسورسز دي، وبالتالي لما أعلي النمبر اوف ريسورسز الديوريشن هتبدأ تقل. الله ده جميل جدا. طيب الموضوع للأسف مش سهل كده، الموضوع مش سهل كده. طيب ليه بقى؟ تعال نقول. طيب واحد يقول لك يا عم احنا بنعمل الكلام ده، ولا بنعمل كل اللي انت بتحكي عليه ده بنعملوش، بس بنعمل الموضوع ده باختصار شديد جدا واسهل من كده كتير. اقول له يا عم بتعمل ايه؟ انا بقول لكم بقى عن ردود الناس الفعليه، مش بألف قصص والله قصص. فبيجي واحد بلاننج يقول لي لا ده انا بيجي عندي البروجكت مانجر يا ريس، يروح جايب الكرسي بتاعه شادد كرسي وقاعد جنبي في المكتب. اقول له جميل، وايه تاني؟ يقول لي افتح يا عم البريمافيرا بتاعتك دي. اروح فاتح له البريمافيرا، يقول لي اه المشروع كده شهرين ونص، يقول لي اه بص كده الاكتيفيتي دي كام يوم، يقول له يا باشمهندس انا عاملها 30. اه يا عم خليها 20، ممتاز. الاكتيفيتي دي كام يوم؟ 10، خليها 5، ونقعد نعمل في 5 دقائق ونقفل البرنامج ويخلص سنتين زي الفل. انت تقعد تدوشنا ليه؟ اه تعمل كده انت في كارثه. ليه بقى؟ ده اللي انا عايز اشرحه، عشان كده بقول لك بقى يعني احترافيه. ما هو الناس فعلا ممكن توصل للهدف يا جماعه، بس بتوصل له بكوارث ومش هياخد باله منها على فكره. ودي المشكله في بعض الشغل في المانجمنت، ان انت فعلا ممكن تلبس الحيطه مش واخد بالك، انت مش عارف انت بتلبس الحيطه، او تبدا بقى تلكك بحاجات غريبه جدا، تقعد تقول اصلي مش لا هي الموضوع لازم يتعمل بالطريقه اللي انا بقول عليها ديت، عشان انا اشرح ليه، مش عشان هي كده وخلاص، مفيش حاجه اسمها هي كده. طبعا نشوف ليه. طيب تعال نرجع تاني للطريقه العلميه، واقول لك بقى الراجل ده ازاي بيلبس الدنيا في الحيطه لما عمل الطريقه اللي هي يقعد جنب البلانر بالكرسي ويقول له لا ليه. طيب لان الكراش ده ليه اصول. طب ويعني ما اتبعتش الاصول؟ هقول لك لو ما اتبعتش الاصول هيحصل ايه. اول حاجه هو ايه مشكله الكراش؟ ما هو لو الموضوع بسيط كده كان كل المشاريع خلصت في ميعادها. طب اقول لكم احصائيه في العالم العربي، احصائيه بتقول ان هي كانت 83% دلوقتي 87%، 87% من المشاريع في العالم العربي كانت معموله على بعض دول، بس مش عايزين نذكر اسماء دول او حاجه عشان حساسيه، ان 87% من المشاريع بتتاخر عن ميعادها. 87% من المشاريع، من كل 100 مشروع 87 مشروع ما بيخلصوش في الوقت. الله، طب ما الموضوع سهل ولا لا؟ مش سهل. هقول لك ليه مش سهل. هو يبان سهل لكن هو مش سهل. اول حاجه هو ايه مشكله ان انا اعمل كراش؟ ما هي سهله. لا، لان اول تاثير هتبدا تصطدم بيه وانت بتعمل كراش الكوست. المعلم كوست ده اكبر مشكله اللي عند كل الناس. انا هزود عماله يعني عايز فلوس زياده. انا اوريدي عندي 2 عمال شغالين معايا في الشركه، لا كده انت هتروح تجيب 4 عمال تاني. يا نهار ابيض، انا عندي سباك شغال بيه شغل تقيل، السباك مش قادر يوفر، اروح اجيب، يا نهار، تلاقي السباك بقى يشتري ويبيع فيك، وهتجيب السباك هيبقى الجديد ده ما برودكتيفيتي تعبانه ويقعد يحرق لك دمك ويخليك يعني قصص كبيره جدا. فاذا يعني قولا واحدا عشان ما اخش في كلام، انا عارف ان في بعض الناس بتبقى متلخبطه ازاي بيزود الكوست، يقول لك فمش عايز اخش في دي دلوقتي، لكن هو يا جماعه قولا واحدا الكراش بيزود التكلفه وبيزودها كتير ويعمل لك مشاكل كتيره جدا في التكاليف بتاعه المشروع. عشان كده البروجكت مانجرز الفاهمين حتى لو ما عندوش بس من كتر خبرته يبقى عارف مشكله الكراش دي قوي. يعني حتى لو مش عارف يعني ايه كراش، بس عارف ان هو حته ان هو يجيب عماله زياده ديت، عارف ان هي مشكله ومصيبه، يعني ممكن تدخله تلبسه في الحيطه وممكن تخسره كتير جدا لو ما عملهاش صح يعني. فاذا دي المصيبه الاساسيه، ان انت الكراش ده مش اي كلام، ده بيزود لي التكلفه. طب وبعدين يعني اعمل ايه؟ ما انا لازم اعمل. لا، هقول لك انت لازم تعمل، بس طالما هي بدات بتزود التكلفه كده لازم اخد بالي بقى من ثلاث معايير ثانيه. ايه الثلاث معايير الثانيه دول؟ ان انا وانا بعمل كراش لازم ابقى ذكي، ابقى سمارت، ابقى فطن. ليه؟ لان الموضوع بيكلفني. فاول حاجه لما تيجي تعمل كراش ما تعملش كده عشوائي زي ما حبيبنا ده عمل وقعد جنبك وقال لك خد الاكتيفيتي دي كام يوم. لا ما تعملش. ما تعمل ايه بقى؟ لازم تختار الاكتيفيتي اللي هتدي تاثير فعلا يتناسب مع الفلوس اللي هتدفعها فيها. فاول معيار هو الكريتيكاليتي، ان عندي اكتيفيتيز كريتيكال واكتيفيتيز نون كريتيكال. انا طبعا
لازم اعمل كراش للكريتيكال اكتيفيتيز، والا تبقى بالظبط بالظبط زي اللي ايه اللي بينفخ في قربه مقطوعه. ما اكتيفيتي مش كريتيكال، اكتيفيتي ما فيهاش مشكله اصلا، تروح انت تضغطها اكتر ما لا ما لهاش اي، ما ينفع. فاول حاجه ان الاكتيفيتي تكون كريتيكال. طيب حلو، امسك بقى اي اكتيفيتي كريتيكال وانزلها، لا برضو هشوف حاجه اسمها بقى ايه اللو كوست امباكت اكتيفيتيز. اللو كوست امباكت اكتيفيتيز يعني ايه اللو كوست امباكت اكتيفيتيز؟ يعني انا مثلا عندي اكتيفيتي لو عملت لها على كريتيكال، لو عملت لها كراش محتاج عماله، لان دي اكتيفيتي بتعمل كليننج حوالين المبنى، عماله اللي هم بتنزل تجيبهم من اي مكان برخص التراب. وفي اكتيفيتي برضو على كريتيكال باث، دي عشان تعملها محتاج مثلا ريفيت ديزاينر. شوف بقى انت هتعمل كراش لمين؟ طبعا تعمل للعماله، لان ريفيت ديزاينر ده رقم ياخد رقم كبير جدا منك عشان تبدا تدبل او تجيب كذا واحد يشتغلوا ويخلصوا لك الشوب درونز مثلا بتاعتك. وبالتالي يبقى انت بتختار تعمل كراش على اللو كوست امباكتد اكتيفيتيز على المشروع. تمام، يبقى اول حاجه كريتيكال اكتيفيتيز، وبعد كده الاكتيفيتيز اللي على اللي ليها لو كوست امباكت لما تعمل لها كراش. طيب ايه تاني؟ وانت بتعمل كراش خلي بالك من حاجه بيسموها اللوف دمينيشنج اوف ريتيرن. اللوف دمينيشنج اوف ريتيرن ساعات بيسموها بالعربي كده قانون الاسترجاع العكسي. فكره اللوف دمينيشنج اوف ريتيرن دي بتبقى عباره عن ايه؟ بيقول لك عباره عن ان انت لما بتيجي تحط الدي duration مع ال N في معادلة زي المعادلة اللي قدامنا دي وتيجي ترسم كيرف، طبعا دي معادلة من الدرجة الأولى زي ما حضراتكم عارفين طبعا، ومعادلة الدرجة الأولى بترسم لي خط مستقيم زي برضو ما حضراتكم عارفين عامل زي كده. تمام، طيب ده معناه إيه؟ معناه إن في علاقة عكسية ما بين الـ D والـ N، وكل ما زودت أو قللت الـ D أو سوري زودت الـ N كل ما دي قلت بشكل طردي سوري شكل عكسي. ولو مثلا دبلت الان الديوريشن بتقل النص. دي المعادله بتقول كده، معادله رياضيه بتقول كده، ما حدش هيتكلم. بس فعليا بقى يا جماعه للاسف المعادله ديت ما بترسمش خط مستقيم كده، غريبه شويه. تمام، يبقى المعادله ديت معادله شويه نظريه ثيوريتيكال، عمليا ما بتطلعش كده. ما بتطلع ازاي عمليا؟ في الحقيقه عمليا يا جماعه بتطلع حاجه عامله كده، وفي بعض التاسك بتقلب كده كمان. ايه ده، ايه الكلام الغريب ده؟ هشرح لكم ازاي. هديك اول مثال، اول مثال سهل، ان انت لو عندك حته ارض صغيره وعايز تحفرها. تمام، فحسبت لو جبت لودر، اللودر ده بالمعدل الاداء ده هينزل الارض دي خلصها في 10 ايام. جميل، جه صاحب الشغل قال لك لا 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 10 ايام ايه، انا انت مش عارف ان في حاجه اسمها كراش وعايزين نخلص، روح اشتغل عايزين نخلص، انا ما عنديش مشكله في الفلوس. طيب يا معلم، رحت انت طبعا عندك بقى علم وخبره وكلام من ده، قلت يلا بقى نعمل كراش والان دي نحطها ب 10 لوادر. فلما حطيت 10 الديوريشن طلعت 1، قلت صدق ان انا معلم، يلا بقى روح جيب 10 لوادر. طب هل لو جبت 10 لوادر هتخلص فعلا في يوم؟ ده انت مش هتخلص خالص، اللوادر مش هيعرفوا اصلا ينزلوا ويشتغلوا مع بعض. فيبقى وانت بتحط الريسورسز بتاعتك لازم تكون فاهم الشغل هيتم ازاي، وفاهم العماله ديت او الريسورسز او الموارد او الاكويبمنت ديت هتشتغل ازاي جنب بعضها. وبالتالي العلاقه مش خطيه، العلاقه بتبقى لليميت معين بتبدا تقل 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 وبعدين تثبت. طب ازاي تعكس؟ يعني احنا ممكن يعني واحد بعد المثال بتاع اللوادر ده، واحد يقول لك خلاص انا فهمت فعلا العلاقه ممكن تبدا تقل 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 او حتى توصل لمرحله انها تثبت، لكن كمان تعكس. ايه تعكس دي؟ هديك مثال على العكس ده. كنت شغال في احد الشركات الحكوميه في يوم من الايام يعني، ف الشركه بيبقى فيها عماله زايده يعني غير الشركات الخاصه يعني. طيب العماله الزايده دي يقول خلاص زايده، لكن البرودكتيفيتي مش هتتعكس مهما زودت، لا كل ما بتزود كل ما بتعكس. ليه بقى؟ لان الشخص اللي بقى قاعد ملوش حاجه يعملها ده تمام هيروح يتسلى على الناس اللي بتشتغل، ما قاعد حاجه يروح بقى الواحد بيشتغل في المكتب تعمل يا فلان الفلاني تعمل ايه، هتعمل ايه بكره، اتخرجت امبارح، يقعد يحكي معاه، والتاني بقى يعني عايز يشتغل ومحرج منه وممكن كل ده وقت بيضيع ويست. فاحيانا بتعكس فعلا الموضوع بيتقلب عكسه.
فخليك كويس جدا جدا وانت بتزود الريسورسز. وبالتالي بقى حته الراجل اللي قاعد جنب، لا طبعا انتوا عرفتوا ازاي دي عامل، هتعمل مشكله كبيره جدا في المشروع، وممكن تزود تكلفه جدا على الفاضي، وتعمل ويست كبير جدا على الفاضي وانت مش واخد بالك. خلي بالك انت مش واخد بالك، انت قاعد شغال عادي وقاعد تويست عادي، وقاعد بقى تدي المبررات لحاجات تانية خالص، مش واخد بالك ان المشكله في قرارات انت خدتها وفاكرها قرارات سليمه. حلو، يبقى ده فكره الكراشنج باختصار يعني. تمام، يبقى انت لازم تعملها صح. في كمان زرار تاني، يبقى انا كده عندي زرار اقدر اتحكم فيه لما يكون المشروع بتاعي وقته او ياخد وقت كبير وعايز اخلي الوقت ده اقل. تمام، يبقى انا بقى عندي زرار، بقى عندي دواسه بنزين بدوس عليها وقت ما انا اكون مستعجل، وعندي الليميتيشن بتاعتي تسمح لي فادوس بنزين وهوصل بدري، الاقي نفسي مسرع قوي وانا في ريسك ان العربيه اروح مبطئ، فعندي كنترول. فالزراير دي هي كنترول يا جماعه، التولز والتكنيكس بتاعت البروجكت مانجرز هي المنشار والشاكوش والحاجات اللي الراجل هيشتغل بيها البروجكت مانجر، هي دي احد الايه التولز والتكنيكس اللي بيشتغل بيها. طيب في زرار تاني مهم جدا تحت عنوان الكراش نقدر برضو نتحكم فيه في زمن البرنامج الزمني، وهو اسمه الفاست تراك. فاست تراك، فاست تراك عباره عن ايه؟ عباره عن طريقه برضو بضغط بيها البرنامج الزمني، بس مش بطريقه الكراش وان انا ازود ريسورسز. ما انا هعمل ايه بقى؟ لا انا هعمل حاجه تانية. انا عندي اكتيفيتيز في المشروع مربوطه بعلاقات منطقيه طبعا، لوجيك فينيش تو ستارت مثلا، يعني مثلا ما ينفعش اصب سقف الخرسانه الا لما اخلص النجاره والحداده، فده لوجيك. ما اقدرش مثلا ابدا اشتغل في الاكتيفيتيز، بعض الاكتيفيتيز، الا لما الشوب دروينجز يحصل لها ابروفل من الاستشاري. اول ما الاستشاري يعمل ابروف للشوب دروينج ابدا اشتغل في التاسكس ديت، او ابدا اعمل الحاجات اللي هي موجوده في الشوب دروينج وهكذا. منطق بيربط الاكتيفيتيز ببعضها. طيب لما بتيجي تعمل فاست تراك بقى، الزرار ده بيخليك ايه؟ بيخليك تعمل حاجه اسمها ري ايفالويشن اوف ذا لوجيك. Re-evaluation of the logic. ببدأ أعيد تفكيري في المنطق ده، أعيد تفكيري في اللوجيك ده. فهعمل إيه؟ هبدأ أبص على العلاقات الحرجة، برضو لازم أمسك، لازم أشتغل على الكريتيكال باث، وأبدأ أشوف هو العلاقة دي تنفع تتغير؟ ما ينفعش خلاص، لأن في أصول صناعة خلاص دي كده كيس كلوز. لكن في بعض الأكتيفيتيز هتلاقي العلاقة فعلا ممكن تتغير، ممكن تتغير، بس لو غيرتها وخليتها بدل finish to start خليتها فيها حاجة اسمها اللي بنسميها overlap. هنا في حاجة اسمها overlap، تمام، او ساعات بنسميها lead بلغة المانجمنت، lead LEAD، وساعات بنسميها minus lag. كل ده مسميات سليمة، تمام، او لاج، او نعملها ستارت تو ستارت مع لاج. المهم هنعمل اوفرلاب ما بين الاكتيفيتيز وبعضها. طيب واحد يقول لك ايه ده، يعني دي مش هتزود الكوست؟ اقول له لا، انت مش هتلعب الا في العلاقات المنطقيه. يقول لي طب خلاص يا عم انت كنت مدوخنا ليه، يبقى يلا نشتغل في كله فاست تراك. اقول لك لا، خلي بالك ما هي ليها برضو المعايير اللي انت لازم تاخد بالك منها وانت بتعمل فاست تراك، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الريسك. يو ار انكريزنج ذا ريسك، يعني في هنا خطوره بتبدا تزيد مع عمل هذا التكنيك اللي هو بنسميه الفاست تراك. ازاي؟ تعال نشرح مثال. زي مثال مثلا الشوب درونز ده، احيانا المقاول بيكون خلص الشوب درونز بتاعته وسلمها للاستشاري، الاستشاري لسه طبعا هياخد وقت عبال ما يعمل لها ابروفل. يروح المقاول عامل ايه؟ يقول لك لا انا هاخد الريسك، ويبدا يشتغل في الاكتيفيتي من غير ابروفد شوب درونز. طب ايه المشكله؟ المشكله ان بعض ممكن بعض الاحيان الاستشاري يرفض الدرونز او يحصل فيها ميجور تشينج، وبالتالي هو شال الريسك وتحمل كل الحاجات اللي هو عملها دي عده تانية على حسابه، عشان كده ده بنسميه ريسك. طب واحد يقول لك طب ما ده برضه بيزود لي الكوست. اه بس طالما الحاجه مش معروف او مش مؤكد هي توصلني لفين، دي بنسميها في علم المانجمنت ريسك. فالريسك هو علم الانسرتينيتيز او الغير معلوم او المجهول، فهي ما هتبقى مجهوله، انا مش عارف، ما يمكن الاستشاري يوافق زي الفل، تمام، وبالتالي
الفاست تراك هو تكنيك مهم جدا اعمله، بس ادرس الريسك بتاعه. يعني وانت بتعمل فاست تراك ادرس الريسك، هو الريسك ده علم. نبدأ برضو ان شاء الله يمكن مع بعض لما نيجي نعمل الموضوع متكامل هنتكلم ازاي هندرسه النهارده ان شاء الله، هديكم برضو شويه معلومات عن الريسك. هنبدا نعمل دراسه للريسك ونبدا نشوف الريسك بتاع الفاست تراكنج ده هياثر. لقيت الريسك عالي، لا خلاص ما تعملش فاست تراك. في بعض ما هو خلي بالك انت عندك مشروع كبير ممكن يكون فيه 100,000 اكتيفيتي، فانت مش هتلاقي كله فيه ريسك، يعني هتلاقي فيه حاجات عادي ان انت تعمل لها فاست تراك مش هيعمل لك اي مشكله. فبتبدا انت ايه تعمل كده طبعا من خبرتك بقى، ولو انت بتشتغل صح من الاول مع شويه وقت وشويه مجهود هتلاقي نفسك بتعمل الكلام ده بعد كده بسلاسه. بس اعمله صح بس من اول يوم، عشان كل ما بتشتغل صح من الاول كل ما شغلك بعد كده بيبقى بيخلص بطريقه مظبوطه بسرعه. طيب يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه كراش فاست تراك، ودول احد الزراي او احد الحاجات اللي احنا بنستخدمها كادوات في البروجكت مانجمنت مرحله التخطيط. في زرارين مهمين جدا تاني يا جماعه مش هقدر اتكلم عنهم دلوقتي عشان الوقت بقى. في برضو ده على فكره يمكن اكتر حاجه في رايي بتخلي البرامج الزمنيه مش رياليستيك مش قابله للتنفيذ، وده يعني كتير قوي بروجكت مانجرز بصراحه بيشتكوا لي الموضوع ده، يقول لك ان البرامج الزمنيه اللي بنعملها بصراحه بتبقى يعني بعيده عن ان احنا بنعرف ننفذه. من ضمن الحاجات اللي بتعمل المشكله ديت هي حاجه بنسميها ريسورس ليفلنج، ان انت بتعمل برنامج زمني الريسورس ريكويرمنتس بتاعته غير مطابقه للاكشوال ريسورس اللي انت موجوده عندك في المشروع، وبالتالي بتلاقي المشروع بعيد. يقول لك البرنامج الزمني لو مشيت عليه يعني احد البروجكت مانجرز يعني يقول لي اعمل برنامج زمني ده بيضحك، البلانر بيقول لي النهارده محتاجين 50 عامل، اقول له حاضر احنا عندنا 50 عامل فعلا. تاني يوم يقول لي يا باشمهندس احنا محتاجين 50 عامل، اقول له يا ابني ما احنا عندنا 50 عامل. اليوم اللي بعده يقول لي يا باشمهندس النهارده عندنا 150 عامل، يا نهار ابيض ليه يا ابني اصل احنا عندنا كذا وكذا. يقول لي اه ماشي هنتصرف ونجيب، مع ان انا عندي 50 عامل وهم دول اللي انا جايب لهم سكن، وهم دول يعني هم دول اللي مظبط نفسي عليهم. خلاص طب المشروع ما يحتاج 100 هجيب ال 100، هجيب ال 150 محتاج ال 100 هجيب ال 100، بقى عندي 150. يجي البلانر بقى بعديها بيومين ثلاثه يقول احنا عايزين خمس عمال بس. في ايه يا عم في ايه العمال اللي انا جبتهم دول كلهم اوديهم فين؟ فطبعا ده كلام عمليا ما بينفعش يتنفذ كده خالص. وبالتالي وانت بتعمل البرنامج الزمني بتاعك لازم تعمل اختبار على ما يسمى الريسورس ديستريبيوشن. وفي تكنيك مهم جدا بتساعدك فيه البرامج زي البريمافيرا ومكتوب بروجكت اسمه الريسورس ليفلنج او الريسورس اوبتمايزيشن. وفي حاجه طبعا اسمها الريسورس سموثنج برضو بنظبط بيها عدد الريسورسز اللي موجوده في المشروع. طيب دلوقتي في كمان تكنيك مهم جدا واحنا شغالين برضو لازم نخلي بالنا منه في شغل البرامج الزمنية، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو اختيار اللوجيك المناسب. اختيار اللوجيك المناسب يعني ايه؟ اختيار اللوجيك المناسب يعني انا مثلا لما اجي اعمل يعني بتلاقي الناس وهي بتعمل الربط ما بين الانشطة بيبقى حاطط الربط ده كانه اوبشنال. لا طبعا يا جماعه لازم تعرف ان في تكنيك مهم جدا بتستخدمه عشان تظبط اللوجيك اللي الرابط بيه اللي بتربط بيه الانشطه ببعضها. عشان كده عشان تستخدم التكنيك ده لازم تعرف ان في درايفر او في حاكم او مجموعه حواكم بتحكم ربط الانشطه ببعضها. ما انت لو انت بتربط اي كلام او بتربط الانشطه زي ما هي كده بتلاقي نفسك في الاخر بقى عندك شغل كتير جدا ممكن تعمل على البرنامج الزمني، وممكن تقعد تقول كده مع نفسك او لو انت بروجكت مانجر وبتتفرج على شغل حد عامله تقول طب الحاجات دي ما اتعملتش من الاول ليه؟ صح كده؟ مش انت يعني انت في برنامج زمني بتراجعه والبرنامج الزمني ده بعد ما راجعته قعدت طب نعمل كذا وعدلنا كذا وغير لي كذا في الاخر تقعد تقول طب ما احنا ما عملناش الاول ده الكلام ده ليه؟ عشان ما حدش راعى المعايير دي. خلاص ف التكنيك ده بيبدا من خلاله نختار اللوجيك الصح، بنبدا من نختار منه نختار او من خلاله
نبدا نراجع على معظم الحاجات اللي بتبني على البرنامج الزمني، وده ممكن نسميه التشيك ليست او السكادجول ريفيو تشيك ليست. ممكن برضو ان شاء الله شاير معاكم احد التشيك ليست اللي احنا بنستخدمها عشان تبقى فعلا هي دي الحواكم اللي تشتغل عليها. انا حاطط معايير بصراحه مجمعها يعني من خبرات السنين اللي فاتت، لكن ما يمنعش طبعا لو انت خدت التشيك ليست دي ولقيت في معيار عايز يتحدث تزود طبعا يبقى ممتاز جدا احنا نطور الموضوع. تمام، فده برضو من احد التولز او التكنيكس اللي انا بستخدمهم وبتنفعني جدا، ان انا من خلالها ببدا اراجع على اللوجيك اللي موجود بيتعمل بطريقه صح. في حاجه مثلا اسمها مانداتوري او ساعات بيسموها الهارد لوجيك، ان يبقى خلاص الاكتيفيتيز ديت اللوجيك بتاعهم ده ما فيهوش فيه لعب، ده اصول صناعه. يعني ما ينفعش اقول لك ايه عشان نخلص المشروع بدري تعال نصب الخرسانه وبعدين نبقى نعمل النجاره والحداده بعدين، يبقى احنا بنهزر. دي اصول صناعه، فده بنسميه الهارد لوجيك او المانداتوري. لكن في حاجات فيها ديسكريشنري، فيها اختيار، فيها اوبشنال وهكذا، فدي كلها لازم تراعيها وانت بتبني البرنامج الزمني بتاعك. بعد ما تخلص بقى الكلام اللي انا بقوله ده كله بتطلع برنامج زمني بقى محترم دلوقتي محطوط فيه المعايير بتاعت الكراش فاست تراك والريسورس ليفلنج ومحطوط فيه المعايير اللي احنا قلنا عليها، بتبدا تاخد البرنامج ده الزمني ده وتراجعه وبعدين تاخد عليه ابروفل ويبقى بيز لاين مسطره جديده بتظهر معانا في المشروع. احنا قلنا المشروع فيه مجموعه من المساطر او البيز لاينز اللي هقيس عليها البرفورمانس بتاعي، وانا هعرف منين المشروع متاخر متقدم. كل الكلام ده لازم يكون عندي مسطره، وهي دي بقى المسطره الثانيه اللي بنسميها السكادجول بيز لاين. تمام، باختصار طبعا زي ما اتفقنا الكلام فيه تفاصيل كتيره جدا، يعني انا بحاول اختصر الحاجات اللي انا اديك بس فيها شويه محفزات كده تخليك حاسس ان العلم ده فعلا مهم وفعلا ممكن يكون ليه تاثير لو بدات ان شاء الله تهتم بيه وتنفذه. طيب هبدا بقى اخش على برضو في مرحله التخطيط علم جديد اسمه علم الريسك مانجمنت. علم الريسك مانجمنت، احاول بس اشوف الكلام ده بيتمسح ازاي، لان انا بصراحه مش خبير في موضوع الزوم ده لسه. حد مسحه خلاص، شكرا. طيب الريسك، علم الريسك من العلوم اللي برضو مش واخده حقها في عالمنا العربي شويه للاسف، مع انها من العلوم اللي ممكن فعلا تقلب لك الموازين راسا على عقب، اللي فعلا ممكن يعني فعلا تنقذ لك مشاريع وممكن تدخل لك مشاريع في الحيطه. ف يعني لقيت ان احنا برضو في المحاضره الاخيره دي النهارده يعني نحاول نتكلم شويه عن الريسك، ونقول برضو الكلام اللي مش هتلاقيه بسهوله في المصادر المتاحه يعني وكده. طيب ايه علم الريسك مانجمنت؟ علم الريسك مانجمنت ده هو العلم اللي بيدرس زي ما قلنا الانسرتينيتيز، وللاسف المشاريع بطبيعتها يعني دايما بقول المشروع ده هو عباره عن مجموعه من النيتشرز زي الانسان كده. اقول لك هو ايه طبيعه البني ادمين؟ ليه طبيعه. ايه طبيعه الاسد؟ ليه طبيعه، صح؟ فنفس الكلام العلم المانجمنت بيقولوا ان البروجكت ليه نيتشرز، ليه مجموعه او ليه طبيعه، ليه شويه حاجات كده. فمن ضمن الحاجات اللي هي باي نيتشر في اي مشروع، المشروع بيتعمل في المستقبل او بتبدا فيه دلوقتي وتشتغل عليه في المستقبل، وبالتالي اي مشروع بيبقى محاط بكتير من الانسرتينيتيز، من المجهول. تمام، وبالتالي انت محتاج علم بقى الريسك عشان تتعامل مع هذا المجهول. طيب قبل ما نخش اكتر في موضوع علم الريسك مانجمنت، عايزين نفرق ما بين ثلاث كلمات، كلمه هازارد وكلمه ريسك وكلمة إيشو. تلات كلمات دول يا جماعة للأسف كتير من الشركات أو الناس يعني بيستخدموهم على إنهم تقريبا حاجة واحدة، لكن هما في الحقيقة تلات حاجات مختلفة ومختلفة تماما. طب هل يفرق إن أنا يعني وأنا لا طبعا يفرق، ما أنت تقعد في ميتنج وبتاخد، فهيفرق لأن الكلام ده هيترتب عليه علم، لأن في علم اسمه
الهازارد مانجمنت، فهتعمل هازارد، انت مش عارف يعني ايه هازارد، فهتعمل هازارد مانجمنت ازاي؟ في ريسك مانجمنت، في ايشو مانجمنت، وفي هازارد لوج، وفي ريسك ريجستر، وفي ايشو لوج. فلو انت مش عارف الفرق، طب هتملى ده بايه؟ وده اللي حاصل بقى، تلاقي الناس مدخله كله في بعضه، وللاسف بينعكس على الاداء والاكشنز اللي انت ممكن تاخدها كبروجكت مانجر. طيب ايه الفرق بقى؟ بسهوله جدا، انا احيانا بجيب كده صور اعبر بيها عن الشرح، بتبقى اقوى بكتير جدا من الشرح. كلنا مثلا عندنا انبوبه بوتاجاز في البيت، صح؟ اه يقول لك صح. طيب هي فيها مشكله؟ لا طبعا ما فيهاش مشكله. ليه ما فيهاش مشكله؟ ايه المشكله؟ فاذا دي هازارد. الهازارد هو حاجه في الحقيقه هي خطيره، ما هو انبوبه البوتاجاز دي حاجه خطيره، لكن متسيطر عليها. فطول ما هي متسيطر عليها اسمها هازارد. زي كده الصوره اللي انا جبتها كده، انت رحت جنينه الحيوانات او انا رحت جنينه الحيوانات، عشان ساعات في ناس تتضايق، انا رحت جنينه الحيوانات واخد ابني الصغير معايا، تمام؟ فالولد قاعد يتفرج على الدبه، هل الدبه دي حاجه خطيره؟ اه حاجه خطيره، لكن متسيطر عليها، دي جوه القفص، يبقى دي كده هازارد. يبقى انت الدبه جوه القفص هازارد، الانبوبه بتاعت البوتاجاز في البيت هازارد، مفيش مشكله، موجوده ومتسيطر عليها ومقفوله مفيش حاجه. طيب ايه بقى الريسك؟ الريسك هو ان يبدا الحاجه الخطيره ديت تبقى مصدر خطوره. يعني ايه؟ يعني الكوره بتاعت حماده راحت واقعه جوه القفص، حماده قاعد يعيط، قلت طب خلاص بقى انا مضطر ايه؟ انط اجيب له الكوره. اه هنا بقى بقاش هازارد، بقت ريسك. ليه؟ بقى في احتمال، في احتمال ان الدبه دلوقتي تهجم عليا وتعورني، يبقى ده بقى انا بقيت اندر ريسك. لكن في الاول لا، في الاول لو الدبه اتشقلبت ولا الهوا، ما هي جوه القفص وانا بره القفص ومفيش اي احتمال ان هي تطلع بره القفص، فبالتالي كانت هازارد. لكن وانس ان انا نطيت جوه القفص، اه هنا بقت اندر ريسك. ليه؟ لان الدبه بقى في احتمال انها تهجم عليا وتعورني، طالما في احتمال يبقى كده ريسك. طيب امال ايه بقى الايشو؟ الايشو بقى ان انت بقيت في مشكله، انت بقيت في مشكله، الدبه بقى هجمت عليا فعلا، الدبه قعدت تهجم فعلا، بتعض فعلا، بتخرب، دي كده بقيت انت اندر ايشو. فاذا الهازارد والريسك والايشوز اتس 3 ديفرنت ثينجز، يعني ثلاث حاجات مختلفين، تمام؟ انبوبه البوتاجاز اتس هازارد، انبوبه البوتاجاز بقى فيها ليكج، بقى فيها تنفيس او تسريب، بقت ريسك كده، الموضوع بدا بقى يبقى ايه؟ ريسكي. لا قدر الله بقى حد فتح الشراره ولا بتاع راحت ماسكه كده، بقت ايشو، النار بقت شغاله. فهو ده الفرق بين كلمه هازارد وريسك وايشو. طيب مين اخطر ومين اوحش ومين اللي ما تتمناش تبقى فيه؟ الايشو، انا ما بتمناش ان الدبه تهجم عليا، فالاحسن ان انا ابقى في ريسك احسن ما اكون في ايشو، والاحسن واحسن ان انا ابقى في هازارد احسن ما اكون في ريسك. فهو ده طريقه التفكير في علم الريسك مانجمنت، ان انت بتمر بمجموعه من المراحل. انت واقف هنا مفيش حاجه، لا ده مفيش مشروع بقى، يعني لو انا ولا عندي هازارد ولا ريسك ولا ايشو، يبقى انت ما عندكش مشروع، ما عندكش حاجه، انت فاضي كده، لا احنا مفيش حاجه هنا، الحته الفاضيه دي مش موجوده يعني في علم البروجكت مانجمنت، تمام؟ فانا عايز على قد ما اقدر امانج ان انا اكون اكتر في حاله الهازارد دي، تمام؟ عشان لما اخش في الريسك، تمام، اكون على الاقل قادر ما اوصلش لمرحله الايشو. بص الفكره ماشي ازاي، هو ده اللي انا عايز اعمله في الريسك مانجمنت، ان انا عايز اخطط كويس بحيث لا قدر الله ما اوصلش لمرحله الايه اللي هي في الصوره رقم 3 ديت، ان انا اندر اتاك. طيب هل الكلام ده ينفع؟ اه طبعا، وينفع جدا، وينفع خالص. كلكم بتتفرجوا على مثلا، اكيد يعني، او معظمكم بيتفرج على برنامج اسمه بالعربي اسمه تحقيقات الكوارث الجويه، اكيد يعني معظمكم شافوا يعني تحقيقات الكوارث الجويه. ده برنامج بيجي على قناه ناشونال جيوغرافيك، وبيتكلم على ازاي بيعملوا التحقيقات بتاعه الطيارات اللي بتقع،
عشان ليه بيعملوا الكلام ده وبيصرفوا عليه ملايين وناس وخبراء على مستوى العالم وليها بروسيجرز وليها بروسيس وعلم وخبراء وحاجه يعني ليه؟ ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى. ان انت كان في احد الحلقات اللي اتفرجت عليها ان انت احد الخبراء بيقول لك لو ما بنعملش الكلام ده كنت كل يوم تلاقي طياره بتقع. لا قدر الله يعني. فاذا العلم ده بيمنع كوارث. بيمنع كوارث. تمام؟ هي نفس الفكره كده. فالبروجكت مانجر اللي بيشتغل بالريسك مانجمنت قاعد يمنع كوارث. قاعد يمنع كوارث هو مش واخد باله. ما هو تمام انت ما هو الناس اللي قاعده شغاله قاعده تتفرج على الطيارات، الحمد لله الطيارات اقل نسبه يعني فيتاليتيز على مستوى الترانسبورتيشن، يعني لما تيجي تقول كده وايه اخطر ترانسبورتيشن ما تلاقيش الطيران على فكره. الطيارات مش يعني مقارنه بالقطوره والعربيات واللي تلاقي اقل. طب ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ انت مش واخد بالك انت، لكن ورا الكلام ده عشان يحصل ويوصل، مع انها انت يعني بالنظره الاولى كده تحس ان هي حاجه خطيره جدا، انت طاير في الهواء كده يعني. لا رغم كده ان هي الحمد لله كنتائج مديه اقل نتائج في الفيتاليتيز بتاعتها. وليه بقى؟ لان وراها شغل كتير جدا. فهي دي مشكله علم، او مش مشكله علم الريسك، او الحته اللي في علم الريسك اللي فعلا عايزه نركز فيها يا جماعه ونبدا نتكلم فيها مع الناس ونتكلم فيها مع الشركات واصحاب الشركات. الريسك جندي خفي. علم الريسك مانجمنت جندي خفي. لو انت مش واخد بالك منه ما بتعرفش ايه اللي يعني، انت مش عارف، انت قاعد مش واخد بالك، انت قاعد حد بيشتغل جامد جدا اللي هو بيعمل ريسك مانجمنت وشايل عنك بلاوي وانت مش واخد بالك. هو يا عم هو الراجل ده بيعمل ايه؟ تخيل هو يعني، لا هو الراجل ده بيشايل عنك بلاوي اللي هو بيعمل ريسك مانجمنت. هي نفس الفكره كده. طيب فكره الريسك مانجمنت فهمنا الفكره. طيب هو انا عايز اعمل ايه بقى في علم الريسك مانجمنت باختصار؟ برضو في علم الريسك مانجمنت ده انا عايز اعمل حاجه اسمها ريسك ايدنتيفيكيشن. عايز اعرف احدد المشكله فين، الخطر فين. عايز ابقى عارف ان الدبه دي خطيره. يعني تخيل كده لو جبت طفل صغير كده لسه مولود وحطيته قدام دبه يروح يمسكها مش عارف، تحط له تعبان كوبرا زي في احد الفيديوهات الولد راح يمسك مش عارف، هو فاكر انها لعبه فاكر. فاذا لازم الاول يبقى عندك معرفه بالخطر، معرفه بالخطر. عشان كده موضوع الهازر ده مهم جدا، ان انت تبقى عندك لسته بالهازردز، تعرف ايه الحاجات اللي عندك اللي هي ممكن تكون مصدر للمتاعب ومصدر المشاكل الاول تعرف. يعني واحد مثلا ممكن ما يكونش عارف ان في بعض الغازات مميته، هو يعني مش واخد باله يعني دي ريحتها مش عارف وحشه، لكن هو مش عارف ان هو بعد شويه من شم هذا الغاز ممكن يحصل كارثه. فدي معرفه، فدي اسمها الريسك ايدنتيفيكيشن. ايه اللي ممكن يحصل لي بعد شويه؟ ايه اللي ممكن يحصل لمشروعي بعد شويه؟ فعشان كده بنعمل ايه بقى؟ بنبدا نشتغل في حاجه بنسميها الريسك ريجستر. الريسك ريجستر او سجل المخاطر. وبنبدا نملى السجل ده، طبعا ده مثال تعليمي لكن الامثله الحقيقيه ان شاء الله ممكن برضه ابقى اشيرها معاكم، الامثله بقى اللي بنشتغل فيها بجد في الريسك مانجمنت. بنبدا نتعرف او نملى المخاطر اللي ممكن نتعرض لها في المشروع. زي ايه؟ اديك امثله مثلا، يعني مثلا ان العماله ممكن في المشروع ده ما تكونش كافيه وممكن تاثر عليا، المطره ممكن تمطر، البادجت بتاعي ممكن ما يكفيش، الماتيريال ممكن ما الاقيهاش، حاجات كتيره جدا يعني ممكن نقعد نقول امثله للصبح. حلو؟ طيب اول حاجه لازم تعرفها ان الريسك ليه لغه. تعريف الريسك ليه لغه بيسموها الريسك ميتا لانجوج. بيسموها الريسك ميتا لانجوج. ايه هي فكره الريسك ميتا لانجوج ديت؟ ان لما اجي اعرف الريسك ما تقوليش المطره هتمطر لا خالص، ما تقول ايه بقى؟ تقول لي كالتالي، اجيب القلم كده عشان الحته دي مهمه عايزه تتكتب. انا مش عايز اظهر لي. المهم مش عايز اظهر القلم اهو ظهره. فالريسك
ميتا لانجوج. الريسك ميتا لانجوج بتقول لك ايه؟ بتقول لك لما تيجي تقول الريسك لازم تقوله في جمله مفيده. الجمله دي بتتكون من ثلاث عناصر، واحد اثنين، افتكروا ده يا جماعه عشان والله الكلام ده يعني بتشوف حاجات غريبه جدا في الناس اللي بتبقى متعلمه الكلام ده يعني بشكل سطحي وتبدا تطبقه فبيظهر نتائج وحشه جدا بتقلب الموضوع على عكسه. يعني هقول لك على احد القصص، يعني ان جه حد قال لي يعني كي جه حضر معايا كورس ريسك مانجمنت وقال لي طب بص دلوقتي انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، انا دلوقتي فهمت ايه اللي حصل معايا في الشغل بتاعي في يوم من الايام. قلت له ايه اللي حصل معاك؟ قال لي رحت خدت كورس الريسك ده قبل كده عند احد الاخوه، تمام؟ وطبعا اللي هو الكلام بقى النظري والكلام اللي هو محدش فاهم الموضوع ده بيتنفذ ازاي ويتعمل وابعاده ايه. المهم جه يقول لي رحت بقى متحمس جدا الشركه بتاعتي وبدات اعمل الموضوع، وجبت وقلت البروجكت مانجر انا هتطوع اعمل ان خدت كورس في الريسك وعايز اطبق الريسك. والراجل طبعا فرح جدا، قال له بس ما اثرش على شغلك؟ قال له لا مش هاثر مش عارف ايه. وبيقول لي بعد يومين جه البروجكت مانجر يبص على اللي انا عملته، كنت حاطط لوحه على الحيطه كده، قعد يقرا فيها، راح ماسكها مقطعها وقال له مش عايزك تتكلم على موضوع الريسك ده تاني وشوف شغلك. قلت له طب عرفت ليه؟ قال لي لا عرفت ليه ساعتها لا، لكن لما حضرت معاك عرفت ليه السبب، لان الموضوع مش كلام النظري ده خالص يا جماعه، ده في الكلام ما تيجي تطبقه. طبعا الكلام النظري مهم بس لما تيجي تطبقه بيبقى ليه معايير تانية وليه. عشان كده بقول لك انا بحاول اشرح بالطريقه البراكتيكال اكتر، يعني ببدا بالنظري في الاخر براكتيكال الكلام ده بيتنفذ ازاي ويديك نتائج ازاي. احنا ما ضيعش وقت، اصل احنا كبروجكت مانجرز وناس شغالين في المشاريع ما عندناش دقيقه نضيعها او دقيقه تبقى ويست ولا دقيقه نعمل فيها حاجه هبل ولا دقيقه نعمل فيها حاجات كل الكلام ما فيش. انا اي حاجه ما لهاش لازمه عمري ما هعملها، يعني عمري انا نفسي مش لا يمكن اعمل الحاجات اللي انا هتجيب لي نتائج في المشروع. طيب فلو انت بتعمل الريسك، اول قاعده ما تيجي تتكلم عن الريسك وتيجي تعرف الريسك لازم تقوله باللغه بتاعته اللي اسمها ريسك ميتا لانجوج، اللي هي عباره عن ايه؟ تقولها لي بالشكل ده، تقول لي بما ان تمام اللي هي بنسميها كوز، انا خايف من اللي هو ريسك عشان هيعمل لي اللي هو الامباكت. تاني بقى عندي ثلاث اجزاء في الجمله، كوز ريسك امباكت، بما ان يبقى هيحصل كده وتاثيره كده. تعال اخد مثال برضو، الامثله هي اللي بتوضح. انا ما تقوليش مطره، ما تقول لي ايه؟ تقول لي بما ان احنا داخلين على فصل الشتاء مثلا، يعني لو احنا داخلين على فصل الشتاء فممكن النظره تمطر والمطر ده ممكن يبوظ لي الاسمنت او الماتيريال اللي انا مشونها في الموقع، وبالتالي ممكن نخسر فلوس. بص كده بقت جمله مفيده، اه كده بقى احترمك واحط اللي انت بتقوله ده في الريسك ريجستر بتاعتي. يعني ما تقوليش مطره ولا تقول لي اسمنت، لا قول لي الجمله كامله، بما ان يبقى ايه الريسك وايه الامباكت اللي انت خايف منه، كوز ريسك امباكت. تعال ندي مثال تاني، بما ان الفلان الفلاني اللي هو عنصر عندي في المشروع مهم جدا، حد من الناس المؤثرين عندي في المشروع، كان في الاسبوع اللي فات في انترفيو، حد طبعا مبلغني الموضوع ده، فاذا في ريسك ان الراجل ده يمشي وبالتالي في تاثير على ان الحته دي في المشروع تقع مني الفتره الجايه. بص كده ده هو ريسك، شفت انا اديتك ريسك حتى غريب كده عشان اوريك الريسك قد ايه ممكن يخش في حتت كده من الدهاليز يعني، تمام؟ وهكذا بقى، بما ان في ريسك كذا في الامباكت بتاعه كذا، بما ان الديزاين مش واضح يبقى في ريسك ان احنا يبقى في تغييرات كتير في المشروع وتاثيرها على المشروع ممكن يتاخر، وهكذا. نقعد بقى نحط امثله للصبح. وطبعا لو عايزين امثله كتيره عن الريسك كبدايه يعني ان شاء الله ابعت لكم برضو، فكروني على الجروب بتاع الواتساب انزل لكم حاجه كده كنت عاملها مع بعض الزملاء فيها افكار كتيره جدا تبدا بيها تكون الريسك ريجستر بتاعتك. طيب حلوه، احنا كده فهمنا لغه الريسك وازاي هنقعد نجمع المخاطر اللي احنا بنقابلها في المشروع. طيب بعد كده بنبدا، لان المخاطر دي بتبقى عندي في قاعده بيانات داتابيز، فممكن المخاطر ديت تبقى كتير قوي فعايز اصنفها زي اي حاجه،
يعني لما بتروح الكارفور تلاقي في قسم الخضار وقسم الفاكهة وقسم الشامبوهات وهكذا، لازم تصنف عشان ما تبقاش القوطة جنب كريم الشعر، لا لازم تبقى كل حاجة تصنفها عشان تعرف تتعامل معاها. فنفس الكلام كده، فبتعمل الريسك كاتيجوري، ده مثلا كونستراكشن ريسك، ده ديزاين ريسك، ده مش يعني صنف زي ما انت عاوز، دي مش صح وغلط يعني، حط الكاتيجوريز اللي انت عايزها. ايه بقى بلس اور ماينس؟ دي بقى مهمه قوي يا جماعه، للي ما يعني ما احتكش بموضوع الريسك ده قبل كده، مهم قوي يعرف ان الريسك هو الانسرتينيتي وتاثيره الامباكت بتاعه ده مش دايما نيجاتيف، زي ما احنا يعني بنقرا كلمه ريسك يعني خطوره يعني حاجه وحشه، الحقيقه هي ما بتتقراش كده في علم المانجمنت، هي بتتقرا على انها انسرتينيتيز تحتمل ان هي تبقى خطوره او منفعه. منفعه، شوف يعني كلمه ريسك ممكن تجلب منفعه، بيسموها اوبورتيونيتي، ولما بتجلب خطوره بيسموها ثريت، تهديد، ثريت، يعني انا خايف، انا متهدد ان المطره تنزل تبوظ لي الاسمنت، انا متهدد ان التكلفه تزيد وما يبقاش معايا فلوس واخش في مشاكل مع التمويل، فدي كده ثريت. لكن احيانا الانسرتينيتيز ديت بتبقى اوبورتيونيتيز. ايه ده يعني ايه؟ طب ادينا مثال كده، اديك مثال هقول لك، بما ان اسعار الخامات نزلت في السوق في ديفليشن، وفي حاجه اسمها انفليشن زي ما انتم عارفين التضخم، في عكسها الانكماش بيسموها الانكماش، بما ان مثلا يعني انا بدي طبعا امثله مش هي يعني، بما ان في ديفليشن او في انكماش بيحصل في السوق، فمتوقع ان سعر الحديد ينزل، وبالتالي التكلفه بتاعتي هتقل، وبالتالي ارباحي هتزيد. ايه ده؟ ده انسرتينيتي، لو حصلت هكسب اكتر، ما شاء الله، يبقى كده دي اوبورتيونيتي، بس بتتحط في الريسك ريجستر بتاعتي، بتتحط في الريسك ريجستر. يبقى انت الريسك ريجستر بيحتوي على اي انسرتينيتيز، تمام، ايا كان الامباكت بتاعها بوزيتيف او نيجاتيف. طيب عندي برضو حاجة مهمة جدا في الريسك ريجستر اسمها الاوبجيكتيف. ايه الاوبجيكتيف؟ الريسك لما بيحصل، ان شاء الله لما بقى يعني اوريكم بقى الريسك ريجسترز الحقيقية، بيضرب في حاجات معينة، دي اللي بسميها الاوبجيكتيفز. يعني مثلا الريسك بيضرب في الكوست، ما هو الريسك انت خايف منه ليه؟ عشان هيزيد التكلفة بتاعتي. البروفيت اللي انا متوقع اطلعه من المشروع هيقل، يبقى ده انت اوبجيكتيف الريسك ان يضرب لي التكلفه. ممكن يضرب لي الوقت، هتاخر وبالتالي ممكن اتعرض لمشاكل او غرامات تاخير. ممكن ياثر لي، يضرب لي الكواليتي بتاعت المشروع، ممكن يضرب لي السكوب، الريسك ده لو حصل مش هعرف افتح الشباك في المنطقه دي، لان خلاص المنطقه دي مش تبقى يعني، فريسك ان ممكن ياثر لي على السكوب، ان في بعض اجزاء المشروع مش تنفع تتنفذ لو الريسك ده حصل، تمام. اوبجكتيف ريبوتيشن، الريسك ده لو حصل ممكن ياثر على السمعه بتاعتي وهكذا. ف اذا وانت بتدرس الريسك، وانت بتدرس الريسك لازم تبدا تدرس معاه هو هيخبط في ايه، هو هيخبط في ايه. طيب الحاجات الجميله قوي في علم الريسك واللي كتير قوي ما بيبصوش عليها اصلا، مع انها يمكن هي حجر الزاويه في التعامل مع الموضوع ده بشكل احترافي، حاجه بنسميها التريجرز، المؤشرات، مؤشرات حدوث الحدث. انا بشايف ان موضوع التريجرز ده يعني حاجه كده زي رحمه من ربنا، يعني ان انت دايما الريسك قبل ما بيحصل فعليا بقى الحاجه اللي انت خايف منها دي، قبل ما فعلا بتتحقق بيبقى ليها مجموعه من التريجرز عشان تنبهك لقرب حدوث الحدث. يعني مثلا لما تيجي تشوف، مثال السهل قوي، لما تيجي تشوف بيت بيقع، غالبا البيوت اللي بتقع نادرا قوي لما تلاقي بيت وقع وفي ناس، صح؟ ليه؟ لان سبحان الله لما البيت بيجي يقع او قبل ما بيقع بيبدا يديك مؤشرات، يبدا يحصل شروخ عميقه في البيت، يبدا يحصل، فيبدا التريجرز تحصل فتدي مؤشر على قرب حدوث الحدث، فتبدا الناس تاخد بالها ان في حاجه هتحصل. المطر،
لما بيجي ينزل مطر غالبا بتلاقي شوية غيوم في السماء، برق ورعد فتعرف يا نهار ابيض المطر هتمطر، وتروح بقى تلم الغسيل عشان ما يبقى ده تريجرز. طيب التريجرز ديت طبعا انا بدي امثله اللي هي امثله واضحه وكلنا عارفين، لكن في امثله بقى عايزه ناس عندها خبرات كبيره جدا عشان تعرف تحدد التريجرز دي، لان بصراحه لما بتحدد التريجرز فعلا بتخلي علم الريسك ليه معنى. يعني انا بصراحه بشوف علم الريسك من غير تريجرز ليس له معنى قوي، وبيبقى فعلا ماسخ، يعني زي بيقولوا كده علم ماسخ. والريسك ريجسترز بتاعتك بحس ان هي يعني عارف انت بتقول لك حاجه صبيانيه، حاجه مش لا التريجرز بتدي فاليو، لان انا مش عايزك تيجي. هقول لك مثال جميل عشان تعرف قد ايه هكمل بس الجمله. مش عايزك تيجي مثلا يكون انت حاطط كوبايه الشاي قدامك على الترابيزه وبعدين تروح مدخلها اكتر في نص الترابيزه، واحد يقول لك انت عملت كده ليه؟ اه لحسن يا عم، كانت هتقع ولحقتها والناس تضحك عليك يا عم، كانت هتقع على حاجه ما كانت ما. فلا احنا مش عايزين كده. فهديك مثال ظريف قوي كده بحكيه. بروجكت مانجر عمل ريسك مانجمنت، كانش عنده خبره، عمل ريسك مانجمنت لاول مره، فحط ريسك اللي هو الريسك اللي قلناه من شويه ده. قال لك بما ان احنا داخلين في شهر الشتاء، اذا المطره ممكن تمطر، اذا الاسمنت ممكن يبوظ، وبالتالي في ريسك. طب احنا بنعمل الريسك ليه يا جماعه؟ لان بعد شويه انا هبدا اعمل حاجه اسمها البوتنشال ريسبونسز، اللي هي اخر حاجه في الريسك ريجستر بتاعتي، البوتنشال ريسبونسز. ايه هي البوتنشال ريسبونسز؟ انا هعمل ايه يعني؟ طب ماشي حددت ومليت الجدول ده وعطلت الناس وقعدنا نكتب والكلام ده بيتعمل ليه؟ ايوه اتعمل عشان اعمل ايه؟ هعمل ايه دلوقتي؟ فبنحط البوتنشال ريسبونسز. وخلي بالك الريسبونسز دي ساعات بتبقى مكلفه قوي زي المثال اللي هشرحه دلوقتي. فالراجل بعد ما حط الريسك بتاع المطر والاسمنت هيبوظ، قال لك طيب وبعدين يا جماعه يلا بقى ايه عشان نبدا نتعامل مع الريسك ده ونعمل حاجه بنسميها الريسك ريسبونس والريسك ميتيجيشن والريسك افويدنس. نحن نقتل الريسك، يعني الريسك ده حاجه خطر عايز اموته بقى. هعمل ايه في الحاله بتاعت المطر دي؟ واحد يقول لك يا عم سهله، هنبني مظله. حاضر يلا يا جماعه ابنوا مظله. فالراجل خد من الميزانيه بتاعت المشروع، ما كانش فيه اصلا ان هم يبنوا مظله، فخد فلوس من الميزانيه وبنى مظله عشان يخبي فيها الاسمنت. بنى المظله كلفت لها $10,000 مثلا يعني، وخبى الاسمنت فيها. جه المشروع خلص، او المشروع الاسمنت استخدمناه والمطره ما نطرتش، جم الناس مسكوه بقى يقطموا فيه. يا عم قلنا لك خلتنا نصرف $10,000 على الفاضي، يا عم ما قلنا، يا عم ريسك ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ والراجل يا عيني كان هيولع في نفسه. طيب ايه الراجل ده في المشروع اللي بعد كده؟ وهو بيعمل برضه قاعد يعمل ريسك مانجمنت، قاعد يقول احنا برضه داخلين المشروع اللي بعده، برضه كان داخل على حظه في فصل الشتاء. قال لك بما ان داخلين على فصل الشتاء، مطر هتمطر، ايه مش عارف اسمنت هيبوظ. جه بقى يكتب الريسبونس، قال لك لا انا عبيط، المره اللي فاتت اتبهدلت، لا يا عم ولا مظله ولا بتاع، مش هعمل حاجه. فقرر ان هو مش هيعمل حاجه. تمام، زي معظم الناس ما بتعملش ريسك مانجمنت، فبالتالي ما بتعملش اكشن، ما هو ما عملش ريسك مانجمنت، فاذا بالتالي مش هاخد اكشن يعني. جه بقى على حظه الجميل، راحت المطره مطره، راحوا ماسكينه تاني، يا عم شفت بوظت لنا البتاع وما خدتش بالك ليه؟ هو انت مش عارف ان احنا داخلين على فصل الشتاء؟ الراجل كان بقى هيتجنن، الله يا جماعه هو انا ولا كده عاجب ولا كده عاجب؟ انا ايه المشكله اللي عندي؟ هقول لك بقى ايه المشكله اللي عند الراجل ده. شوف الراجل ده عنده مشكله فعلا في الناحيتين، عنده مشكله. ايه هي المشكله بتاعته؟ ان هو ما بداش يعمل او يهتم بالتريجرز، بعلم المؤشرات. تمام، ايه هو بقى علم المؤشرات؟ علم المؤشرات ده اللي بيخليني وانا بدرس الريسك بحط الاكشنز بتاعتي وبحط لها التوقيت المناسب مع حدوث التريجرز. بص بقى الجمله ازاي، يبقى زي ما كده كانت امهاتنا زمان تلاقيها كده شافت التريجر، شافت الغيوم يجري تروح ايه لما الغسيل، لكن في العادي ما بتلمش الغسيل، تقولش ما هي ممكن تمطر. تمام، فاذا طول ما انت عارف ان في تريجرز هتراقبها، طول ما انت نشر الغسيل بتراقب التريجرز بتاعتك، واول ما تحس بالتريجرز تبدا تاخد الاكشن، وبالتالي المطره كده كده هتمطر، ما انت شفت التريجرز، شفت الغيوم، فيبقى انت بتاخد الاكشن الصح، عمر ما حد هيلومك بقى. تمام، متخيلين الفكره؟
فعشان كده يا جماعه علم التريجرز ده علم، علم مهم. تمام، هديك مثال ظريف قوي في موضوع التريجرز دوت، واديك قد ايه علم الريسك ده والعلوم دي والله يا جماعه كلام يتقال بالذهب. كنا في احد الشركات زمان يعني، ف ال واقفين كده في المكتب بنبص من الشباك، لقينا العربيات بتاعت مجلس، احنا عارفين طبعا عربيات مجلس اداره في الشركه، عربيات طبعا مميزه عندهم ما شاء الله، عربيات بتبقى مميزه قوي يعني. فلقينا العربيات المميزه بتاعت مجلس الاداره دي كلها متجمعه تحت المبنى. فبقول لواحد زميل يعني، بقول له يا علي تعالى بص. قال لي ايه؟ قلت له العربيات بتاعت مجلس الاداره كلها موجوده. قال لي يا عم خليهم يتسلوا. الكلمه المشهوره يعني. فطبعا ده مش فاهم يعني ايه ريسك مانجمنت. اي اكسبشنال ايفنتس من ضمن العلوم بتاعت التريجرز دي، بيقول لك اي اكسبشنال ايفنتس هو تريجر، اي حاجه غريبه بتحصل هي مؤشر. فرحت جايب علي قلت له يا علي ده تريجر، ده مؤشر. قال لي يعني مؤشر ايه وهنعمل ايه واحنا لا تعالى بقى هقول لك، بقى هقول لك يعني ايه معلومه زي كده لما انت تكون فاهم ريسك مانجمنت. ممكن بقى انت دلوقتي عرفت ان في تريجر، يعني عرفت ان في ريسك، يعني عرفت في حاجه هتحصل. طب يا عم وبعدين؟ ايوه بعدين دي بقى اللي انا عايزها منك، ان انت تبدا تعمل بوتنشال ريسبونس. وهو ده يا جماعه اللي فعلا ده بقول لك والله كلام عملي، الكلام ده انا بقول لك عليه نفذناه حاجات كتيره جدا، واثر على حاجات كتيره جدا، وفرق وغير الموازين في حاجات كتيره جدا، اتجاهات تبقى العربيه داخله شمال لا دخلت يمين، سبحان الله كده مجرد فهمك لعلم الريسك مانجمنت ده. طيب ف قلت له لا ده في تريجرز، الناس دي ما بتجتمعش النهارده، اجتماعها الربع سنوي بيبقى يوم كذا، كونهم موجودين النهارده كده بالشكل ده في حاجه. طب قال لي وبعدين يعني؟ قلت له لا يبقى نعرف الحاجه، وبعد ما عرفنا الحاجه نبدا ناخد اكشن في الحاجه دي لو هتاثر علينا بالايجاب او بالسلب. وهو ده علم الريسك مانجمنت. تمام، مش عايز برضه اطول في القصه دي، بس يعني ممكن بعضكم يبقى تخيل ايه اللي كان اللي انا عايز اقوله. فمهم قوي وانت بتحط الريسك ريجسترز بتاعتك، الريسك ريجستر بتاعتك بتملاها، تحط التريجرز، لان هي دي اللي هتراقبها، وهي دي اللي هتاخد الاكشن المناسب في الوقت المناسب معاها. حلو. طيب الريسك في بعض كده المصطلحات تعال نتكلم برضو عنها. الريسك اللي بيتعامل مع الريسك بيبقى ليه مسمى، ففي مسمى اسمه الريسك سيكر، وفي مسمى اسمه ريسك نيوترال، وفي مسمى اسمه ريسك افيرس. الريسك سيكر هم الاشخاص او المؤسسات اللي بطبيعتهم، بص بطبيعتهم باي نيتشر، بطبيعتهم بتوع مخاطر، بطبيعتهم يعني انت مخاطر بطبيعتك. اما النيوترال بيطلق على الاشخاص ان هم يعني متوازنين. اما الريسك افيرس، الريسك افيرس وساعات بيسموهم الادفيرس، الافيرس او الادفيرس هم اللي هم ما بيحبوش ياخدوا الريسك، اللي ما بيحبوش ياخدوا الريسك خالص، دول اسمهم الريسك افيرس. طيب لما اقول لك مثلا ان انا عندي واحد صديقي شغال في شركة او شغال في الحكومة بياخد مرتب زهيد جدا، على طول كده من غير ما يعني وانت ما تعرفوش خالص تقول لي اه ده هو ده ريسك افيرس، ده اكيد هو قابل بالمرتب الصغير ده عشان هو مش عايز ياخد اي مخاطر في ان هو يشتغل في مثلا في شركة خاصة بقى ويتفنش ومش فبتعرف الناس من الاكشن بتاعهم هم سيكرز ولا نيوترال ولا افيرس. طبعا افضل كاركتر اللي لازم توزن نفسك عليه هو نيوترال، ان انت ولا تر ولا هو ولا انت تكون سيكر ولا تكون افيرس، خليك دايما في النص متوازن كده عشان تعرف تتعامل مع الريسك صح. تمام، لان النيتشر بتاعت الستيك هولدر هتاثر في البيزنس للاسف. النيتشر بص طبيعته مش احترافيته، لا اذا هو طبيعته هتاثر، فالطبيعه دي لو ما عرفتش تغيرها او ما عرفتش تتعامل معاها هتعمل لك مشكله في البيزنس. وبالتالي حاول يعني الناس بقى اللي بتحاول تغير في الكاركتر بتاعها بنحاول نقول لهم لا اظبط نفسك تبقى نيوترال، ولا تبقى سيكر ولا تبقى افيرس.
لما اجي بقى اعمل ريسك مانجمنت ومليت الريسك ريجستر بتاعتي حلو، انا ايه الخطوه اللي بعديها؟ الخطوه اللي بعديها ان انا ببدا احط بقى البوتنشال ريسبونسز ديت بتاعتي. البوتنشال ريسبونسز دي واخر حته هتكلم عنها النهارده بعدين نبدا ناخد الاسئله. البوتنشال ريسبونسز بتاعتي متقسمه لمجموعه من الكاتيجوريز، مقسمه مجموعه من الكاتيجوريز. لو انت الريسبونس بتاعك هيقتل الريسك مش هيخليه موجود بنسميها افويدنس، بنسميها ريسك افويدنس، يعني انت ناوي تعمل حاجه تخلي الريسك ده غير موجود. اديك مثال، مثلا لو انا عندي المشروع بتاعي فيه اسمنت والاسمنت ده المطر هتنزل تبوظه، فلو انت بدات تجيب مظله وتعملها ونزل المطر ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجه، الاسمنت متحافظ عليه 100%، يبقى انت كده بتعمل حاجه اسمها ريسك افويدنس. لكن ممكن تاخد اكشن من نوع تاني بيسموه الريسك ميتيجيشن. الريسك ميتيجيشن بتبدا تخفف تاثير الريسك او احتمال حدوثه، وبالتالي بيسموها ريسك ميتيجيشن. زي مثلا ان انا مش المظله غاليه، انا هجيب مشمع واغطي بيه الاسمنت، ميمبرين واغطي بيه الاسمنت، يبقى انت كده بتعمل ريسك ميتيجيشن. وفي نوع بنسميه الريسك ترانسفير، تعمل له تحويل على حد تاني هو اللي يشيل تاثيره. زي مثلا ان انت تعمل تامين او بوليس التامين على الحاجه اللي فيها خطوره، زي مثلا عندك عربيه خايف لا قدر الله يحصل حادثه ولسه انت جايبها جديده، فبتروح تعمل لها تامين شامل. فالتامين الشامل ده نوع من انواع الريسك ترانسفيرنس، ان انت تنقل الريسك لحد تاني. عندك مشروع والمشروع ده هيتركب بيه فساد او جليزنج او واجهات من نوع صعب ونوع محتاج مهاره معينه، وانت لو التيم بتاعك هو اللي ركب الفساد ده ممكن يبقى عندك مشكله، فبتروح تجيب مقاول متخصص يعمل لك الواجهات دي وانت تحاسبه عليها، فده كده اسمه ريسك ترانسفيرنس. فده نوع من انواع التعامل مع الريسك. او في نوع تاني اسمه الريسك اكسبتنس، ان انت بتعمل ولا حاجه، مش هعمل حاجه خالص، اللي هو بقى سيبها زي ما يحصل يحصل وزي ما تيجي تيجي وكلام من ده. تمام، هتقول لك ايه ده، هو احنا بندرس كل الكلام ده عشان تيجي في الاخر تقول لي زي ما تيجي تيجي، ما احنا كنا تعبانين ليه؟ لا، ما هو هنا بقى في، لو انت يعني اخترت ان انت تاخد الاكشن ده اللي هو اكسبتنس، هتعمل حاجه بس مختلفه عن الناس اللي بيقول لك زي ما تيجي تيجي. ان انت بيقول لك ايه، if you accept the risk you have to accept the consequences، وبالتالي هبدا اجمع المخاطر ديت واعمل لها حاجه اسمها valuation، احولها لارقام. طبعا ده ليه علم ان هو ازاي نعمل valuation للريسك ونحوله لارقام لفلوس ووقت وكلام من ده، وبعدين نحطها على المشروع في هيئه ايه بقى؟ عارف انت المريض لما تعمل صباع الكفته هي نفس الفكره كده. هنا بتحول بقى الحاجات ديت لحاجه بنسميها الكونتنجنسي وتبدا تحطها على المشروع. يبقى انت عندك ريسك، الريسك ده هتعمل اكسبتنس ليه، وبالتالي هتبدا تقول الريسك الاكسبتنس ده هيبقى ياثر عليا بايه، وهتاخد التاثير ده تحطه على المشروع في صوره حاجه بنسميها contingency reserve. contingency reserve او احتياطي. الاحتياطي ده محطوط ليه؟ عشان يغطي الريسك. انا مش يا عم ما يحصل، انا معايا الحمد لله وخير ربنا كتير، فما تقلقش، هتبوظ الاسمنت هدفع لك، ما تقلقش، المشروع هيتاخر يومين انا عامل حساب، وهكذا. فده كده بنسموه الكونتنجنسي ريزيرف. بس طبعا مش بتعمل كده لا، ده ليه علم زي ما اتفقنا، وليه طريقه حساب وليه معادلات عشان يقدر يتحسب، حاجات سهله كلها بس يعني بيها طريقه لحسابها. تمام، ف ان شاء الله هقف عند النقطه ديت، واتمنى ان شاء الله اكون فدتكم بمعلومات يعني عملت اد فاليو لحضراتكم يعني كلكم.
وزي ما اتفقنا كلنا ان ده مجرد بس انترودكشن يا جماعه، حاولت افتح فيها شويه حاجات وافتح فيها بس العيون على اهميه علم المانجمنت. ف اتنيل بقى المهندس عمر يبدا بقى يدير موضوع الاسئله ان شاء الله والاجوبه. جزاكم الله كل خير يا باشمهندس وليد على الشرح الممتع، والف شكر لحضرتك. الله يخليك. واللي عنده اي سؤال بس يعمل باش هاند عشان ايه ناخد الاسئله مع المهندس وليد. اتفضل. صوتي واضح كده؟ شكرا جدا اولا يا باشمهندس على المحاضره دي، يعني انا طالب بس انا فعلا استفدت من كل حاجه حضرتك قلتها وكاتب كل حاجه حضرتك قلتها عشان تفيدني بعد كده. الله يخليك، شكرا. عايز اسال حضرتك في حاجه، انا دلوقتي انا ابتديت اخش في مجال ان انا بذاكر داتا ساينس وارتفيشال انتليجنس. ممتاز. هل المجال ده هيفيدني جدا في مجال المانجمنت، هيخليني شخص مميز شويه وكده ولا؟ بص احنا عايزين نفرق ما بين حاجتين عشان بس نبقى واضحين، عايزين نفرق بين التكنيكال تراك والمانجمنت تراك، تمام؟ والاتجاهين دول ما بيتعرضوش مع بعض، بس هما اتجاهين مختلفين. يعني ما اقول ان انا مثلا ديزاينر، انا كده ماشي في التكنيكال تراك. لما اقول لك ان انا مثلا بتاع كل ده تكنيكال تراك، لكن المانجمنت تراك واحد. خلاص؟ فلما باجي اتكلم على البرمجه، بتكلم على الاي اي، بتكلم على الكلام ده كله تكنيكال تراك، تمام؟ ملوش علاقه. يعني ده انت بتطور نفسك، بيتربطوا ببعض فين بقى؟ في بعض الاجزاء تلاقي حاجات ترتبط ببعضها، زي مثلا الاوتوميشن. لما تيجي تعمل اوتوميشن اكيد طبعا لو انت بتشتغل في البرمجه هتستفيد جدا في عمل او في اداره شغل الاوتوميشن. لما تيجي مثلا تعمل منهجيه والمنهجيه دي تبدا تطورها بمجموعه من السوفت ويرز ومجموعه برامج، وطبعا هنا بيبدا بقى يخش البرامج كلها بتتحمل ان انت تعمل لها اعاده برمجه واعاده تطوير، برامج الكاد، برامج البريمافيرا، فطبعا هتفيدك في النقطه دي. لكن في الاخر المانجمنت ده تراك، يعني علم للتولز وادواته وحاجاته، والادوات دي بقى ممكن تستفيد بيها زي ما اتفقنا بالحاجات التكنيكال دي. ممكن مثلا تعمل بالاي اي اداه تساعدنا في عمل يعني حاجه في المانجمنت تول لقياس البروجرس مثلا بطريقه مور سمارت وهكذا. تمام، شكرا جدا. عفوا. باشمهندس سفيان. باشمهندس سفيان او باشمهندس سلاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس عمر، ربنا يجزيك خير على اللي انت عامله معانا الشهر ده كله، بصراحه حاجه رائعه. الله يكرمك. ودكتور وليد بصراحه اوجست وفتحت عندنا مواضيع كتير جدا جدا، ربنا يجزيك خير. وان شاء الله مستنيين المزيد من حضرتك. اكيد ان شاء الله. انا كان بس سؤالي، كنت عايز اسال حضرتك بالنسبه لل 4D وال 5D دلوقتي بدا يشتغل بطريقه، يعني بدا يخش عندنا في مصر بشكل اوسط بشكل عام، يعني بيطلب كتير من كذا اونر ومن كذا كونسلتنت يجي يشتغل معانا. انا عايز بس حضرتك تدينا الايه التراكس اللي نطلع بيها 4D منتظم بيمثل مشروع، والنو هاو بتاع الابديت بتاعه. يعني انا اشتغلت لحد ما طلعت الموديل وسلمته، بس ما جينا في منطقه الابديت وبدات تحصل مشاكل ولخبطه. فلو حضرتك تدينا بس النو هاو بتاعه الابديت وازاي نطلع 4D و 5D بشكل مناسب للمشروع. طيب بص، اصل ده عشان اتكلم عنه باختصار هيبقى بصراحه يعني مش هعرف. عامه انا دايما يعني انا محترف في حته ان انا اختصر الحاجه في جملتين ثلاثه. الحته دي بقى اللي انت زنقتني فيها دي، لا دي عايزه فخليني كده ارتب لكم ان شاء الله فيها، يعني دي محاضره كده ونعملها ان شاء الله. هتبقى مع برينس 2 زي ما سالت حضرتك المره اللي فاتت؟ ممكن ان شاء الله. دي بقى دي عايزه محاضره، مش حتى دوكيمنت اتبعت، يعني دي عايزه محاضره كده نرتب لها، بحيث يبقى كلام كده منظم ومرتب والناس تستفيد منه يعني. طيب لحد المحاضره في اي حاجه حضرتك بتريكومند ليها ان احنا نبص فيها او نشتغل عليها؟
انا بشتغل بيكو وبشتغل والله. خليني طب ابعت لي على الخاص وان شاء الله ابعت لك حاجه كده ظريفه، ولو على الجروب حتى مفيش مشكله ابعت لكم. تمام، جزاك الله خيرا. شكرا. السلام عليكم باشمهندس. السلام عليكم وبركاته. دايما يعني مشرفنا ومنورنا في كل مكان، ربنا يزيدك يا رب. ربنا يكرمك. الله يبارك فيك. ما اعرفش السؤال بتاعي ممكن يكون بعيد عن المحاضره، بس يعني تحت بند الريسك. لانه طبعا في ديستريبيوتس دلوقتي في مشروع معايا معين بقى له اكتر من سنه. تمام. وبحكم ان انت طبعا اكيد بتعمل كليمز وبتعمل ديستريبيوتس بين ما بين الشركات وكده. تمام. فاكيد يعني الخبره موجوده مع سعادتك. فطبعا يعني ملخصه بسرعه كده، طبعا كان المشروع اللي معايا له سكوب معين وكان فيديك والامور دي كلها تمام. فالمشروع عدى بأدندم وفيزز كتير وفاريشنز كتير. في فاريشن تمت بليترز اوفيشال وابروفال اوفيشال، وفي فاريشن تمت وبعد ما خلصت المشروع وسلمته طبعا لانه كان برايفت مش حكومه. يعتبر مشروع ميجا بروجكت كبير يعني تعدى الملايين مليارات يعني مش شويه. تمام. بس الكلاينت ما شاء الله عليه يعني ربنا يهدي لنا. فايه اللي حصل ان كميه كبيره من الفاريشنز يعني تتعدى على ديسبوت مثلا حوالي 9 10 مليون. تمام. الباقي الخوالي 30 40 مليون اتوافق عليهم وكان بيجي ستيج باي ستيج وايفيدنس وكله كوست اناليسز وسكتش وكل الايه كل الدوكيومنتيشن المطلوبه عشان تبقى ابروف للكليمز بتاعتك وساتسفاي مفيش مشكله. تمام. طبعا دلوقتي المشروع دخل في قضيه. انت عندك الشركه اللي انا شغال فيها حاليا مثلا وعلى سبيل المثال يعني معاهم، فدلوقتي يعني انت ماشي خلصت الشغل وخلصت وسلمت المشروع، ايه الوقت اللي يثبت ان انت عملت الفاريشن ده وما خدتوش فلوس لحد دلوقتي؟ تاني حاجه ان في جزء من الفاريشن دوت اتوافق عليه جوه الفواتير المستخلصات وما طلعش بيها ابروفال، يعني اتوافق عليه فيربالي والمالك موافق عليه والاستشاري وكل البارتس كلها موافقه عليه مفيش مشكله. تمام. وفي جزء تاني رافض يوافق عليه خالص، لا انا ده مرفوض. تمام. بعد ما كان هو ومطلع ليتر اوفيشال بكل فاريشن يعني ايه اعمل الشغل ده وبكوست هنتناقش فيه بعدين والتايم مفيش نو تايم يعني كوست وتايم مفيش وكل الفاريشن كلها بالبي ام اي بالطريقه دي واخد بال حضرتك؟ نسبه كبيره. يبقى انا عندي ثلاث كيسات. كيسه اولانيه انه كان بيطلع كل الليترز كلها اعمل الفاريشن دوت ويديني السكوب بتاع الفاريشن واشتغل وقدم لي كوست بعدين، حتى ممكن استلم من بره السعوديه حاجات واورد واركب واقدم له ويوافق. يبقى دي الكيسه الاولانيه. تمام. ويطلع لي الليتر متوافق فيها انا موافق على الكوست بتاعك وما فيش تايم. احنا ايه كان اللي يهمنا فلوس مش مهم التايم. يجي على الكيسه الثانيه مطلع البي ام اي اللي هو السكوب بتاع الفاريشن وينزل في فاتوره المستخلص وما يدينيش بيه لتر. تمام. ابقى انا اثبته ازاي قدام البنك وقدام القاضي؟ والكيس الثالثه انه طلع بي ام اي ورفض ليا الفاريشن ده بعد ما خلص واتسلم واتورد وشافه بعينيه كل الناس شايفاه. انت تمام. رايك كيف في لازم؟ تمام تمام. اول حاجه طبعا اللي حضرتك بتقوله ده يعني عايز برضو عايز شغل اسبوعين ثلاثه عشان نقدر نعمله كيس يعني. بس خلينا انا بس اقول كام نقطه كده اللي هو في الوقت المتاح عشان الاسئله. عايز اقول حاجه مهمه جدا يا جماعه في موضوع الكليمز والكونتراكتس والحاجات دي، يعني اوريك حاجات صغيره قوي كده بس هتفتح لك نقطتين عندك كمان. لما نيجي نتكلم على الكليمز، الكليمز ليها ثلاث انواع او بتصنف احد التصنيفات بتاعت ثلاث انواع. حاجه بيسموها الكونتراكتشوال كليمز، وحاجه اسمها الاكسترا كونتراكتشوال كليمز، وحاجه اسمها الاكسكراشيا كليمز. الكونتراكتشوال كليمز لما انا يكون عندي مطالبه ليها يعني مرجعيه تعاقديه ويقول لك طبقا للبند رقم كذا كلوز رقم كذا في العقد انا ليا الحق ده. تمام. والاكسترا كونتراكتشوال كليمز اللي هي بتبقى مش موجود في العقد بس ليه حق بيها بالقانون اللي هو اكسترا كونتراكتشوال، اللي هي مبادئ فوق القانون يعني فوق العقد في قانون اللي بيحكم العقود نفسها في البلد اللي انا شغال فيها، فده بيسميها اكسترا كونتراكتشوال كليم. واحيانا بيبقى البيزنس بتاعت الكليم ولا هي دي ولا هي دي، وبتيجي من اللوجيك ومن التعاطف ومن العرف ومن شويه حاجات كده بنبني عليها الكليم وبنحط المرجعيه بتاعته. طيب اللي عايز اقوله ايه، ان القانون بقى الحته اللي انا جاي عليها اللي هي حته القانون رقم 2 دي، ان هي دي بصراحه معظم الكليمز اللي بتجيلنا نعملها، لان هي لو هي ستريت فورورد من الكونتراكت او اللي هي كونتراكتشوال كليمز
غالبا ما حدش بيلجأ لنا يعني، ما هو الناس بتعرف تعملها، لكن هي اللي بتاعت القانون دي اللي بتبقى فيها شويه لعب وشويه شغل يعني. فعايز اقول لك على حاجه، ان القانون مليان حاجات تفيدك جدا جدا في موضوع الكليم. زي ايه؟ زي المثال اللي هضربه بقى دلوقتي المقدمه دي عشان المثال ده. مثلا لما نيجي نقول تعريف كلمه العقد، تخيل تعريف كلمه العقد دي اللي اوريك دلوقتي ان معظمنا مش عارف معناها بالشكل الصح يعني قانونا، دي ممكن توديك في داهيه او ممكن تظبط لك الكليم بتاعك او ممكن ازاي. يعني لما اقول لك في القانون العقد ايه معناه، او انت لما اقول لك يعني ايه عقد تقول لي عقد ده اللي هو اللي بنقعد نكتب فيه احنا هنعمل ايه ونمضي انا وانت وكلام من ده. العقد يا جماعه ليه شروط في القانون اللي هو فوق العقد نفسه اللي هي القانون. القانون بقى الدولي، القانون المصري، القانون الانجليزي، اي قانون في العالم هتلاقي فيه تعريف العقد، ويقول لك انت عشان العقد ده يكون valid او void لازم يتحقق الشروط الفلانيه. تخيل بيبقى مكتوب في القانون الكلام ده. فمثلا مثلا على سبيل المثال يعني في معظم القوانين اللي في العالم ان انت بيقول لك ايه، يقول لك عشان العقد يكون valid يكون ملزم قانونيا، وهي دي السبب اصلا ان احنا نعمل عقود عشان تبقى ملزمه قانونيا، عشان انا لما بيحصل مشكله لازم اروح المحكمه والمحكمه دي هتبدا بقوه القانون توقف معايا بقى اشوف بتشوف الشرطه وتقيب لك حقي ليه يعني. هو صاحبك لا، هو بيعمل لك الكلام ده عشان انت معاك الباور اوف ذا كونتراكت، عندك الايه قوه القانون بتاعت العقد اللي هو القوه بتاعت. فالقوه دي هتاخدها ازاي؟ هتاخدها لما يكون العقد valid. فلو انت عندك عقد باطل مش هتاخدها. طب ازاي يكون العقد valid ومش void ومش باطل؟ بشويه شروط. زي مثلا ايه؟ يقول لك ان العقد لازم يحصل فيه حاجه اسمها ايجاب وقبول. ايجاب وقبول اوفر واكسبتنس، تمام. بص بقى الحته الجايه دي، يقول لك ان الايجاب والقبول ده لو انت بتسال اي حد فيه يقول لك اه الايجاب والقبول ده بيبان ازاي؟ ان احنا بنقعد نمسك العقد ونمضي عليه ونبصم ونختم. قال لك لا، ده انت مجرد ان يحصل الايجاب والقبول باي شكل وباي وسيله وباي وسيله حصل التعاقد وحصل الإجابة والقبول. إيه ده يعني؟ أنا لو أنا قلت كده وأنا ماشي في الشارع للراجل الكلام كده ويبقى ده عقد؟ آه يبقى عقد. طب ليه ما بيعملش كده بقى؟ ليه بنقعد نختم ونبصم ونعمل الكلام ده كله؟ ببساطة عشان الناس بتكذب بس، والله يعني مش فيش حاجة تانية. عشان الناس وقت الزنقة تكذب وهتقول لا ما قلتش ولأ وإنت فهمتني غلط وإنت، عشان ما نخشش في الكلام ده بنقعد نبسم ونختم وكلام. فإذا لو أنت قدرت تثبت بأي شكل بفاتورة بإن الكلام ده حصل، ده حصل التعاقد، مش لازم تقول ان كان في عقد وكان اتفقنا، لا اي حاجه تثبت هي كده حصل، بتبدا تثبت قدام القانون ان حصل التعاقد وبتعملها بيه. فدي شويه شروط. مثلا مين اللي بيمضي العقد؟ دي برضو ممكن تخلي العقد void، او العقد يكون فيه illegal terms and conditions، دي بتخليه باطل. يعني ان انت نتفق على حاجه في العقد الحاجه دي مخالفه للقانون ومخالفه للاعراف، دي برضو ان العقد يبقى اللي بيمضي عليه minors وهكذا. في حاجات كتيرة جدا في القانون ممكن تستخدمها في، انا مش عايز اقعد بس عشان الوقت يا جماعة، الموضوع ده جميل جدا وبحب اشرحه جدا، بس هياخد للأسف وقت كبير جدا في النقاش. بس عندي امثلة كتيرة كده جدا وحاجات كتيرة في العقود. يعني دوروا على حاجة مثلا اسمها ايه، اسمها الثراء بلا سبب، دوروا عليها كده وادعوا لي بقى. دي مثلا حاجة في القانون ممكن تخلي ناس كتيره جدا تكتشف ان ليها حقوق كتيره جدا في المشاريع وما كانتش واخده بالها ان هي ممكن تاخدها بسبب هذا البند في القانون اسمه الثراء بلا سبب وهكذا. فان شاء الله يعني لو كلمني على الخاص وممكن نشوف يعني النقط دي بالتفصيل، الموضوع فعلا هياخد وقت كبير جدا. بس استاذنك مهندس عمر، بس الايميل بتاع الباشمهندس بعد اذنك. لا حضرتك، لا حضرتك بعت حضرتك. حاضر، الله يبارك في عمرك. ربك يجزاك خير دكتور ايمن، يبارك سعادتك. انا ايميلي عادي، انا ايميلي يا جماعه لي كلكم وليد @projax.co.uk، وليد WALID @projax. ومفيش مشكله مهندس وليد، بارك سعادتك. يعني حتى الموضوع اللي هو دوت لو ينزل على الجروب بتاع واتس اللي انشا حاليا حتى الناس كلها تستفيد من الحالات دي برضو. يعني انا مفيش مشكله خالص، بس يعني بعد اذن مهندس عمر، يعني طالما المواضيع بتفيد الجميع ما يجراش حاجه كلها يعني اكيد هتمر عليك مشاريع. اكيد اكيد، جزاك الله الف خير. شكرا مهندس عمر. الله يكرمك مهندس. مهندس مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا باشمهندس عمر؟ كل سنه وحضراتكم طيبين. صحه والسلامه. بسات يا باشمهندس، كنت بس عايز اسالك بالنسبه لعلم اداره المشروعات، ازاي يفيد مهندس معلش يعني اللي هو الكاريزما بتاعته نفسها مش مؤهله
ان هو يكون مثلا شخصيه اداريه، يعني مثلا المهندس اللي هو الهستيتد المتردد، المهندس القلوق، المهندس اللي زي ما انا قلت يعني مش عايز يخاطر كده. يعني ازاي علم الاداره يفيده في الشخصيه بتاعته؟ او هو مثلا شخص مش عايز اصلا يتحمل مسؤوليه، بيخاف انه يتحمل المسؤوليه، ازاي العلم ده يفيده يعني؟ تمام، ممتاز السؤال ده ما شاء الله. يعني بص احنا عايزين بس نتفق على حاجه، ان 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 بداوا من فتره كبيره يفرقوا ما بين المانجمنت والليدرشيب. تمام، ففي الحقيقه انت عشان تبقى مانجر ناجح لازم يكون عندك ليدرشيب سكيلز قويه، والليدرشيب دي يعني ليها تدريبات عاليه جدا. احنا لما يعني اول مره اخد كورسات مكثفه في الليدرشيب مش المانجمنت، كانت من 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 جهه امريكيه اسمها سيمول كوربوريشن، دي من اعلى الجهات في العالم اللي بتدرس ليدرشيب. فكانوا بيعملوا لنا الاول اختبارات، ومن خلال الاختبار ده بيقول لك انت فين في منحنى الليدرشيب. تمام، وبدا يقولوا لبعض الناس فينا، قالوا لك بص يا جماعه انتوا يعني معلش كده انتوا ما تحاولوش، انتوا بعيد قوي تمام على الكيرف، وانت قريب جدا، وانت هتحتاج مجهود قد كده. تمام، فالليدرشيب محتاجة فعلا سكيلز، وبس سواء ليدرشيب أو مانجمنت ده مثبت. يعني أن أنت بس طبعا بيختلف من حد لحد، أن هو ممكن بالعلم وممكن بالتدريب وممكن مع ناس مدربة يعملوا لك علاج لحاجات كتيرة جدا، وبالتالي الكلام ده ما كانش يدرس. يعني هو ملوش حل، ما كانش في حد يديك ليدرشيب سكيلز، ما يديك ليه ما أنا مش لا. فهم أثبتوا ان القائد طبعا في قائد يولد قائد، دي حقيقه دي فاكت فعلا، بس مش كل القاده بتولد قاده، لا في ممكن واحد ما يبقاش بيبقى مولود بعيد قوي على انه يبقى قائد ويتعلم. في ناس بتعلم بسهوله، في ناس بتعلم بصعوبه، في ناس اقرب، في ناس ابعد، في ناس الكاريزما بتاعتهم الشخصيه، في صفاتهم الشخصيه بتساعدهم اكتر، واحد صوته تخين، واحد صوته رفيع، واحد طويل، واحد قصير، الكلام ده كله هيفرق اكيد، واحد غني، واحد حاجات كتير هتاثر في الكاريزما بتاعتك. تمام، بس الحاجات دي كلها بتتعالج لو في إرادة من الشخص، وفي حد بيشغال بقى عليه، شغال معاه وشغال عليه بيحاول يطوره. فطبعا علم الإدارة بيبدأ يصلح كتير في الكاركترز دي، يصلح في الفوبيا، طريقة خوفك من الأشياء، بيصلح كتير في طريقة إدارتك للأشخاص، في تعاملك مع المخاطر اللي حواليك. لكن هرجع أقول لك تاني عشان أبقى برضو واضح وصريح، في ناس بيبقى الموضوع صعب جدا، فأحسن له يعني ان هو لا يعني ممكن لو الكاركتر بتاعه بعيد قوي كده لا خلاص بقى لا، يبقى انت خليك راجل تكنيكال، وممكن تبقى تكنيكال حد جامد جدا، يبقى مثلا مش عارف احسن ديزاينر في العالم العربي، احسن مش عارف درافتسمان مش عارف فين، مش لازم يعني تكون مدير يعني. لكن فعلا اللي بيخش في مجال الاداره مع العلم ومع القرايه ومع بس اهم حاجه بس ان هو يقعد مع تحت ناس يعني نقول له الكلام ده، الكلام ده علم، يعني علم عايز يتنقل. وعلى فكره ساعات في تدخلات جراحيه يا جماعه، يعني مش عارف شرحت لكم، كنت بشرح ناس تانية بقول لهم احيانا الموضوع بيبقى فيه تدخلات جراحيه، لما يكون مثلا واحد ابن امير ولا ابن سلطان ولا ابن ملك ولازم يطلع ملك ولازم يطلع، ما ينفعش تقول لي لا ما ينفعش لا ده انا فلازم فخلاص. طب انا بيتدخلوا جراحيا، وفي ناس قصيره بيطولوها، وفي ناس صوتها رفيع بيدخنوه، وفي ناس فشوف لدرجه ايه، درجة ان انت لكن الصفات بقى العادية التانية يعني بشوية مجهود ممكن تتغير وتتعدل. مش مساعدة، مش مساعدة توفيق طب. طب مش ثاني. السلام عليكم. عليكم السلام. الأول أنا بروفيسور هاني أبو العلا، أستاذ الجي آي إس ووكيل كلية أدب جامعة الفيوم. أهلا سعادتك. طبعا سعيد جدا بالمحاضرة الجميلة، بشكركم جدا عليها، يعني حاجة أثرت بصراحة الموضوع. ولكن أنا يعني عندي بس تساؤل صغير. طبعا باشمهندس وليد، سعادتك اتكلمت كويس جدا عن الهازرز وعن الريسكس ودول كلهم ان بتوين ايشوز يعني، بس اتكلمت في حته الريسك، قلت ايه، قلت ان احنا ريسك قد يكون اوبورتيونتي وقد يكون فريت. ف الحته دي بصراحه انا مش فاهمها، يعني انا دايما الريسك عارف ان هو يعني ايه، هيبقى كونكتد على طول للفريت، مش للاوبورتيونتي ابدا يعني. تمام فيا ريت توضحها بس. تمام،
وانا بتفق مع حضرتك جدا يعني دي مدارس مش صح وغلط، يعني دي اول حاجه عايز اقولها. يعني مدرسه البي ام اي البروجكت مانجمنت انستيتوت هي اللي انا خدت منها التعريف اللي انا قلته، اللي هو ان الريسك اتعرف على انه انسرتينيتي هو التعامل مع المجهول، ده علم البي ام اي. لكن فعلا في مدارس تانية مباشره بتقول لك ريسك يعني ثريت يعني نيجاتيف، تمام، حتى من اسمه يقول لك، حتى الترجمه كلمه ريسك يعني مخاطر. ده كلام مظبوط جدا. لكن البي ام اي المنهج اللي هو اللي احنا بن يعني معظم المرجعيات بتاعتنا بترجع له، او المرجعيات اللي احنا لنا يعني بستخدمها برجع له فيها، قال لك لا، قال لك التعامل مع الريسك هو التعامل مع الانسرتينيتيز، مع المجهول، وبالتالي المجهول ده تاثيره ممكن يكون ايجابي وتاثيره ممكن يكون سلبي. لو انا حاسس ان المجهول ده موديني في حريقه هتبوظ ده كده ريسك، ده اللي هو المعلوم. لكن لو المجهول ده ممكن يوديني لفرص فهيسموه اوبورتيونيتي، وبرده هيتعاملوا معاه لانه ريسك، لان انا ممكن اعظم حتى لما حط التعامل معاه. يعني دي ما كملتهالكوش لما انا قلت لكم ازاي بيتعامل مع الريسك، حط اربع طرق للتعامل مع الريسك لما يكون فرصه. يعني مثلا لو انا عندي فرصه ان انا اروح انترفيو مثلا، تمام، هل الانترفيو انا ضامن ان هم يقبلوني في الشركه؟ اكيد لا. هل انا ضامن يدوني المرتب اللي انا عايزه؟ اكيد لا، تمام. فلو انا عايز، انا رايح الانترفيو ده وعندي شغلي وعندي ورايح بس اجرب، فانا مش فارق معايا قوي. واحد بقى قاعد في البيت بقى له فتره ويعني زي ما بيقولوا كده هيموت على الشغلان، تمام، ده اكيد لازم يروح بطريقه تفكير تانية في التعامل مع المجهول اللي رايح له، ان هو انا اتيل الشغلانه دي زي ما بيقولوا كده عندنا بالمصري، اتيل الشغلانه دي. فده كده علم، ده كده بيسموها ايه، بيسموها اكسبلويت. فبيعمل بيتعامل مع الانسرتينيتي ديز ان هو هيحققها، فبيبدا يتعامل معاها بطريقه معينه. فدي كده بس مدرسه البي ام اي. انا مع حضرتك هي مش صح وغلط، ولا اللي حضرتك بتقوله ده لا، بس هي مدرسه البي ام اي بتعرفه بالشكل ده. هو يعني شيكاغو اتكلموا عن طبعا السوات اناليسز، واكيد سعادتك عارفه كاحد طبعًا اتجاهات في علوم الاداره وخصوصا في السستينابيلتي يعني، تمام. فدايما كانوا يقولوا ان في حاجات انر وحاجات اكسترنال، والحاجات الانر بتبقى الاس والدبليو اللي هي العوامل القوه وعامل الضعف اللي موجوده، صح. واللي انا منتظرهم بقى اللي هم اللي فيهم الريسك هيبقى ثريت، واللي فيها الاوبورتيونتي، ودولت بقى اللي انا بشتغل عليهم. أيوة. بشكل كبير جدا في المانجمنت بتاعي. عشان كده بس كانت النقطه دي، ولكن طالما هي مدرسه وده فكر خلاص يعني، تمام. ما بقول لحضرتك هي مدرسة البي ام اي هي اللي بتعرفه فعلا، لكن في مدارس تانية فعلا لا، يعني بتقول لك الريسك رايح للحاجات كلها، المخاطر والنيجاتيف وكلام بالظبط. يا فندم شكرا جزيلا، جونس ربنا يخليك، شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. المهندس عادل توفيق معاك. اهلا وسهلا مهندس عادل. اهلا دكتور وليد، احنا شرفنا بيك طبعا، وبالطريقه المبتكره الجديده اللي حضرتك بتدرس او بتعرض بيها الموضوع ده. وبقول للزملاء جميعا يعني الحقيقه اللي الدكتور وليد قاله، ارجو ان انتم تسجلوه وتسمعوه اكتر من مره، لان انا نفسي سمعت البي ام اي انترودكشن دوت اكتر من مره، وبصراحه اللي قاله المهندس وليد ما اتقالش قبل كده للامانه، يعني بدون مجامله وبدون يعني ايه عشان المهندس وليد سامع ولا حاجه، لا ده هو الكلام ده حقيقه. اللي اتقال ده اتقال حاجه جديده مش هتلاقوها فعلا في الكتب يعني. وبالنسبه للحاله اللي قالها الدكتور هاني من شويه، انا بايد بي ام اي في موضوع الريسك ده، انه ممكن يكون اوبورتيونيتي. ليه؟ لان في عناصر او المشاركين في المشروع في فكر البي ام اي الستيك هولدرز مختلفين، فبمبدا مصائب قوم عند قوم فوائده، قد يكون الريسك اللي خايف منه الاونر يتحول الى اوبورتيونيتي بالنسبه للكونتراكتور. يعني جاء الاونر جاله ريسك لازم يخلص، يعمل كراشنج للمشروع، يخلص مثلا قبل الوقت بتلك المده، طبعا بيبقى ده ممكن يكون اوبورتيونيتي للمقاول انه يطلب زياده، فممكن يتسبب في زياده ايه ربح او زياده عائد بالنسبه للمقاول كونتراكشوال يعني. فده الريسك ممكن يكون ريسك لاحد الستيك هولدرز
يكون opportunity بالنسبة إيه للآخرين. دي حاجة. أما بالنسبة للسؤال حضرتك في الإصدار القديم بتاع البي ام بي كان الجزئية اللي حضرتك شرحتها النهاردة بتاع السكيدول كان اسمها تايم مانجمنت. تايم مانجمنت تمام، كوست مانجمنت وتايم مانجمنت. النهارده انت حضرتك اتغيرت في الاصدار الجديد بقت اسمها سكيدول مانجمنت. تمام، فايه الفروق ما بين الاثنين؟ تمام تمام، حلو قوي. الحاجه الثانيه عشان بس ما اسكت وحضرتك هتكمل، حضرتك وعدت المره اللي فاتت احنا انشانا جروب عشان نشر المواد العلميه. تمام، بصراحه انا دخلت على الجروب لسه ما فيش ايه مواد علميه، نرجو ان حضرتك ان تلاقي وقت ان انت في اي وقت فرغت حضرتك ايه. انا لسه ما نزلتش الحاجات عشان كان لسه الجروب ما اكتملش العدد. فقلت بدل ما انزل الحاجات واقعد اعملها تاني فخلينا لما كل العدد يكمل والجروب يعني يبقى اكمال على الاخر خلاص هنبدا بقى. انت تقريبا هو كده النهارده شفت ناس كتير اتضافت، فان شاء الله خلاص كده نبدا ننزل الماتيريال اللي انا وعدتكم بيها. تمام يا فندم، المامون اللي عنده وعدهم فعلا، وبنشكرك شكر جزيل، وبنشكر المهندس عمر، بنشكر بيم أرابيا، وبنشكر كل المساهمين في خروج هذا العرض بهذه الجودة، مع أن وجدت صعوبة النهاردة عشان أدخل لأن حصل إقبال شديد كالعادة على محاضرة حضرتك، فالعدد اكتمل 100 من بدري قوي، فالحمد لله ربنا إيه سهل لي وخدت الفرصة دي النهاردة. طيب الحمد لله، إن شاء الله إحنا إن شاء الله بنتكلم إن إحنا نعمل الزوم باكج يكون فيها العدد أكتر من كده إن شاء الله بكتير، بحيث تستوعب كل الناس إن شاء الله. ماشي، اتفضل يا فندم. بالنسبة لموضوع البينبوك جايد والإصدارات اللي بتنزل، وطبعا على الإصدار السادس دلوقتي، برضو عايز أقول لكم يا جماعة دي نقطة مهمة جدا بحاول أشرحها، وعندي الجرأة أن أقولها ناس كتير بيخافوا يقولوها، فعلا المواضيع مش صح وغلط، يعني كل الكلام ده مفيش صح وغلط خالص. يعني إحنا بنعمل المنهجيات دي، يعني انا بروح شركه انا بعمل لهم منهجيه، وطبعا البينبوك جاي طبعا على راسنا بنبقى هو مرجعيه ليه في الاخر، بس في الاخر الكلام ده كله هم نفسهم بيعدلوه. انت لما تشوف من الاصدار الاول للاصدار السادس هتلاقي البروسيس نفسها عددها بيتغير، النوليدج اريا اسمائها بتتغير، التولز والتكنيكس بتتبدل، الحاجات بتتغير، فمفيش اي مشكله. الموضوع مش صح وغلط، هو في جزء كده جراي اريا ممكن نقعد نلعب فيها. فيعني مثلا تغيير الكلمه او النوليدج اللي اسمها تايم مانجمنت سكادجول مانجمنت، هو ده الصح اللي هي سكادجول مانجمنت. هو العلم هو علم السكادجولينج مش علم التايم، علم التايم مختلف شويه يعني كمسمى يعني، لكن هي برضو صح وغلط. ما هو فضل سنين اسمه تايم، وكان اللي بيعمل الكلام ده خلي بالك اللي بيعمل البيمبو جايد ده مش شخص، ده مئات الاشخاص. يعني الحمد لله انا شرفت ان انا كنت من الناس اللي عملوا التعديلات على الاصدار الرابع، فيعني مئات الناس اللي بتبقى انفولفد في الكتاب ده وناس عندها خبرات، فهو الموضوع صح وغلط قوي يعني. فكلمه سكادجول اقرب ليه؟ لان هو العلم اللي بيبني السكادجول بتاع المشروع. يعني انت بتسكادجول المشروع. سكادجول يعني ايه؟ يعني بتعمل البرنامج الزمني بتاعه اللي مرتبط بالانشطه والعلاقات والجدوله الزمنيه، يعني في اكتر من الوقت كوقت كده وخلاص. لكن هي مش متقفش عندها كتير، يعني انت لو برضو لسه بتقولها تايم مش غلط يعني، ولو بتقولها سكادجول مش غلط، ولو انت بتقول مثلا يعني انا مثلا في البي ام اي في الاصدار تقريبا مش فاكر كان كام، انا بعت لهم قلت لهم انتوا حاطين يا جماعه في مرحله البلانينج في التايم مانجمنت حاطين 6 عمليات، انا مش شايف ان هم 6 عمليات، هم عمليه واحده بس. فهم الناس ما قبلوش الاقتراح ده وقعدوا اقنعوني ان ولقيتهم هم عندهم حق في وجهه نظرهم وانا عندي حق في وجهه نظرهم، بس عشان تتحط في الكتاب تتحط بوجهه نظرهم اقرب. فهو الموضوع من الاخر ما فيهوش صح وغلط قوي، لكن في اصول وفي اساسيات. انا شخصيا ميال لكلمه التايم يا دكتور، يعني التايم ديت يعني بتبقى جزء مهم جدا في عناصر المشروع، فانا بميل اكتر لكلمه التايم ان انا اعمل سكوب على كلمة التايم بالنسبة للمشروع، لأن مدير المشروع دايما الوقت ده بيسرقه، الوقت دايما هو عامل أساسي. ما فيش، ما أنا بقول لك يعني هو بقول لك ما أنا بقول لك الموضوع يعني مش صح وغلط خالص، يعني الموضوع ده يمشي وده يمشي، هم بيشوفوها من وجهات نظر معينة ومبررات معينة. ماشي يا دكتور، شكرا يا فندم. عفوا، اتفضل. باشمهندس أنطونيو من نقابة المهندسين المصريين، تفضل يا باشمهندس أنطونيو.
خير، اتمنى ان يكون كده الصوت واضح جدا. واضح اتفضل. تمام. طبعا انا يعني عايز اقول زي الباشمهندس عادل بالظبط كده، انا بحاول ان انا ادخل من بدري ما عرفتش، وبعدين يعني بصراحه قلت برضو ايه بلاش احاول كتير، لان لو فضي مكان حسيت ان الناس في اقبال شديد جدا على المحاضره من المرات اللي فاتت حتى، ويمكن كنت بتكلم مع الباشمهندس محمد اشرف النهارده قلت له بصراحه المحاضرات عظيمه جدا بتاع الدكتور وليد، وانا مستمتع جدا بالشرح. يمكن انا عضو مجلس اعلى سابق بقى 4 سنين، وكنت مسؤول عن التدريب في النقابه 3 سنين الاخرانيين، ونفذنا تقريبا اكبر عدد من دورات البي ام بي في مصر هنا. تمام جدا. بالنسبه لي ان انا اسمع الطريقه بتاعه حضرتك، فانا طبعا اشكرك جدا عليها، هي الطريقه هايله جدا وبالنسبه لي جديده. يعني بقول حضرتك انا سمعت تقريبا احنا عملنا اكتر من 150 او 200 دوره في سنتين بس، كانت اخر احصائيه. فلما الموضوع يبقى كده وابقى انا فعلا مشدود جدا، يبقى اكيد فعلا لا يعني انت فعلا اتاخد منك الكلام من الاخر. يعني انا اقول للناس يعني انا اقدر ااكد لكم ان اللي بيتقال دلوقتي ده طريقه مميزه جدا، بشكر سعادتك عليها. شكرا جدا. بشكر بي اي ام ليبيا على التعاون الهائل دوت، وباسم الباشمهندس هاني ضاحي بشكر حضرتك وبشكر الباشمهندسين على متابعتهم. يمكن حاجه هايله قوي ان احنا نبقى في برنامج زوم بنقفل دايما العدد، وبتبقى الناس متابعه على الفيس، فده بيقول ان احنا ماشيين صح، وان تقريبا المحاضرين كلهم وحضرتك قامات كبيره جدا. فانا بشكر حضراتكم لالتزامكم، وبشكر سعادتك طبعا على المجهود الهائل دوت، وان انت مفضل لنا وقت. انا عارف طبعا الظروف عندكم في انجلترا مش افضل حال، بس في عز الظروف دي حضرتك برضو ملتزم معانا، فيعني ربنا يحافظ عليك ويحافظ على كل ويحفظكم. ميرسي جدا والله. انا اخيرا بس احب اشكر سعادتك تاني، وشكرا لمجهودك. احنا باذن ربنا هننزل اوريدي المحاضرات دي، هي كده موجوده على صفحه بي اي ام اريبيا. تمام. احنا هننزلها برضو على الصفحات عندنا. هناخد القديم والمحاضره ديت وننزلهم ورا بعض. تمام. تمام يا باشمهندس، شكرا جدا ليكم. مش عايز اطول عليكم عشان في ناس ثانيه اكيد حابه ان هي تستفسر. شكرا جزيلا. دكتور اسماعيل. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. السلام. يعطيك العافيه. انا في البدايه بحب اشكر الدكتور وليد والمهندس عمر سليم على المجهود. انا استمتعت طبعا بالمحاضرات اللي سمعتها، لكن انا فيني مداخله بسيطه على المحاضره. انا حضرت اكثر من محاضره 3 الاخرانيات، لكن انا حابب اشوف الدكتور وليد موضوع الكنترول. موضوع الكنترول مهم جدا لمدراء المشاريع طبعا، وبالتالي الكنترول سواء كان تايم او لفوت، المؤشرات بتاعت التكاليف، مؤشرات بتاعت التايم الموجوده، هذه من الاهميه مكان لاي مدير مشاريع. طبعا. هذه انا كنت متوقع انه انت تحكي، لانه في المحاضرات السابقه حكيت في موضوع الريسورس، موضوع الماتيريال، كيف انا ممكن ادخل في عمليه كنترول عشان ما يأثر سلبا على المشروع بقدر يعمل لي او يؤدي نتيجه الى ريسك. تمام. الموضوع الثاني اللي محتاج انه احنا ما نخرجش من هذه الدوره بشكل كبير، موضوع الكوست. يعني موضوع الكوست ايضا كمان كوست استيميشن وانواعه وكيفيه تفاصيله، هذه كمان انت حكيت فيها، وبرضه انتهى الكورس بدون ما انه احنا نتعرض على. انا كنت حابب اسمع طريقه شرحك في موضوع الكوست. انا طبعا استاذ مساعد في درس المشاريع في كليه الهندسه ما شاء الله، في جامعه فلسطين في فلسطين، وبعطي محاضرات على في اداره المشاريع بشكل كبير. تمام. بس اسلوبك في عمليه الشرح طبعا يعني دكتور كان مميز بشكل كبير. كنت حابب استفيد زياده في موضوع الكود، موضوع الكنترول، لانه هذول الشغلتين مهمات جدا بتميز كل مهندس او بتميز اللي هو المهندسين اللي بيتعاملوا في اداره المشاريع من مهندس الى مهندس اخر. هذه مداخلتي وانا اسف. لا بالعكس، احنا تشرفنا بيك طبعا. طبعا بلا شك حركه، يعني حطيت نقطتين مهمين جدا. الكنترول احد كتب البروجكت مانجمنت اللي انا قريتهم زمان،
كان اول جمله في الكتاب عمري ما انساها، كان بيقول لك the project manager is a project controller. يعني البروجكت مانجر هو ده كنترول، هو الكنترول هو البروجكت مانجمنت. يعني فكان حضرتك مظبوط جدا، بس احنا زي ما اتفقنا هو الفكره، ما احنا ما كناش بنتكلم اهم او مش مهم، احنا كنا يعني على قد الوقت بنحاول على لنا يعني بصراحه كان الاوبجكتيف بتاعي ان انا بالذات الشباب الصغيرين اقول لهم العلم ده يا جماعه ما حدش يضحك عليك يقول لك ده كلام فاضي وكلام، لا لا ده علم بيطبق. لا طبعا اهم شيء الاداره طبعا اهم شيء. لكن طبعا زي ما حضرتك قلت الكنترول ده هو البروجكت مانجمنت، وعشان كده ما بداتش اتكلم فيه لانه فعلا يعني لما نخش فيه ما بنفعش نطلع منه بقى. يعني صحيح. هو صحيح. هو الـ هو الـ الدركسيون بتاعك، يعني انت ركبت الحصان الكور بالظبط. تمام. ده بالنسبه، وطبعا الكوست طبعا زي ما حضرتك تفضلت يعني فعلا يعني الكوست استيميشن، بس البروسيس اللي هي احد ال 49 بروسيس اللي هم في البين بوك جايد، انا عامل كورس كامل بس بنتكلم على البروسيس دي بس اللي هو التسعير. يعني التسعير من اوله لاخره ده علم كبير وعلم فعلا يعني يعني شغلانه خلاص صحيح بالظبط. يعني فطبعا اكيد احنا زي ما كنا اتفقنا ان شاء الله هنرتب برعايه خط المهندسين وبيم اريبيا وبروجكتس ان شاء الله نرتب حاجات زي كده كتير في المستقبل. يعني الموضوع ما انتهاش عند الاربع محاضرات دول. ربنا يسهل، ربنا يسهل يا دكتور. انا سعيد ان سمعت المحاضرات كلها وبشكركم جميعا، مهندس عمر والدكتور وليد جميع الاعضاء. تحيات، السلام عليكم. السلام. شلون سريت في سؤال على امكانيه التسجيل في امتحان البي ام بي في الفتره الحاليه مهندس؟ في يعني للاسف حتى مش عارف يعني نويت عنها في المحاضره الاولانيه لما شرحت، للاسف البي ام اي يعني كانت عملت او بدات تعمل بعد الكوفيد 19 مشكله الكورونا يعملوا الامتحانات اونلاين ويبقى من بيتك تقدر تمتحن بيه، ودي كانت ميزه جميله جدا وهتوفر على الناس كتير مجهود ووقت. لكن للاسف حد من عالمنا العربي طبعا بقول للاسف لان صور الامتحان وبدا يسربه، وطبعا البي ام اي منعت بعديها الامتحان يتعمل اونلاين في العالم العربي. الحمد لله دلوقتي في محاولات ان هو الموضوع يرجع تاني بعد شويه، يعني هيعملوا شويه بريكوشنز، هيعملوا شويه حاجات، وان شاء الله يعني اقول لكم يعني ان شاء الله اجيب لكم عشان بس اجيب لكم معلومه دقيقه، لازم يعني في حاجات دي كلها بيحصل لها ابديتس بشكل يومي تقريبا يعني. فخليني ان شاء الله اعمل لكم ريسيرش واقول لكم ايه الاخر ابديت الوضع وصل لفين يعني. بس هو اخر حاجه كان الموضوع ده وقف في العالم العربي وبعض الدول بسبب موضوع الشخص اللي صور الامتحان ونزل بعض الاسئله على النت يعني. طيب في سؤال عن علاقه الايزو بالريسك في الاداره. الايزو عايزين بس نتفق ان الايزو دي مؤسسه اسمها الانترناشونال اورجانيزيشن فور ستاندرديزيشن. فمؤسسه الايزو دي بتعمل حاجات كتير جدا، بتعمل ميثودولوجيز، بتعمل بروسيجرز، بتعمل شهادات اللي انتوا عارفينها شهادة الايزو 9001 و9000 ومش عارف 15000 وكام، ويعني ف الايزو عندها بروسيس، عندها ميثودولوجيز لكل حاجه في المانجمنت، عندها ميثودولوجي للريسك، عندها ميثودولوجي للبروجكت مانجمنت، عندها ميثودولوجي للسيفتي. فطبعا الايزو يعتبر مرجعيه زي البين بوك جايد كده زي البي ام اي يعني، فهي دي العلاقه يعني. تمام. طب باشمهندس احمد. طب باشمهندسه هند. الو الو، تحب تتفضلي باشمهندسه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ كل سنه وانتم طيبين جميعا. حضرتك بصحه وسلامه. الله يخليك. ربنا يجزيكم خير كده ان شاء الله. انا الحمد لله سيرتيفايد بي ام بي، كنت على الاصدار السادس. بس مش مهندس انا عندي مشكله في اني انا تهت. يعني حضرتك ما شاء الله عليك بتتكلم في الكليمز، بتتكلم في الكوست مانجمنت، في السكيدولينج. هل ان انا لو خدت كورسات في كل ده يعني ابقى بروفيشنال، ولا انا اشتغل؟ يعني تهت، فهمني مش مهندس. يعني هل الكورسات تافي ده، ولا يعني ولا اتخصص ازاي او ابقى بروفيشنال في حاجه واحده ازاي يعني؟ تمام. بصي هقول لك، انا هجاوب لك الموضوع ده باختصار شديد جدا. يعني دايما نقول البروجكت مانجر هو اللي بيعرف شيء عن كل شيء وكل شيء عن شيء. يعني ايه؟ يعني علم البروجكت مانجمنت ده علم، ده لازم تعرفي لو انت عايزه تشتغلي طبعا بروجكت مانجر يعني.
لو انت عايز تشتغلي بروجكت مانجر لازم تعرفي كل حاجه عن بروجكت مانجمنت اللي هو علم المنهجيه بتاعه اللي احنا بنتكلم فيها دي كعلم، لكن لازم تكون عندك فكره او شيء عن كل شيء. يعني مثلا تعرفي لان انت هتقعدي في اجتماعات تتكلموا عن الكلينز، انت تكون عارفه، مش لازم تكوني متخصصه في الكلين. يعني الكلين ده ليه متخصصين، يعني ده مش بس ده، في كذا نوع من انواع التخصص. يعني ممكن في شغلانه بس اسمها فورنسيك بلانر. الفورنسيك بلانر ده الشخص بس اللي بيعمل الكليمز على البرنامج الزمني وبيعمل اكستنشن اوف تايم فقط، ده كل حياته وكل شغله وكل خبرته، فده تخصصه. فانا مش لازم اكون فورنسيك بلانر عشان ابقى بروجكت مانجر، لان انا هعين فورنسيك بلانر عندي في المشروع مثلا، تمام؟ لكن فاهم يعني ايه فورنسيك بلانينج، عارف يعني ايه كليم، عارف يعني ايه الحاجات اللي هي بره طبعا الدايره بتاعت العلوم البروجكت. لكن كبروجكت مانجر لازم اكون عارف كل حاجه عن البروجكت مانجر عشان اقدر اشتغل بطريقه احترافيه. لكن لو انا عايز اتخصص يبقى انا كده مش بروجكت مانجر. البروجكت مانجر ده يعني ده شغلته شغلانه. التخصص ده لما اقول لك مثلا انا هشتغل في الديزاين يبقى انا كده عايز اتخصص في الديزاين، انا عايز اتخصص في بلاننج عايز اشتغل بلانر يبقى انا كده بتخصص في بلاننج، انا عايز اشتغل كوست استيميتور. وعلى فكره من اكتر الشغلات اللي انا بشجع الناس الصغيرين ان هم يتعلموها انها من احسن المرتبات اللي موجوده في العالم، هي موضوع الكوست استيميترز او الناس اللي بتعمل تسعير وهكذا. فده التخصص. لكن بروجكت مانجمنت لا، ده بروجكت مانجمنت ان انا هدير بقى المنظومه كلها وهدير المشروع كله من A to Z. فاتمنى اكون يعني عرفت اجاوب السؤال يعني. وش انصح احمد؟ طيب الله يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه استاذ وليد، ما شاء الله، وكان ما راح اعيد اللي حكوه الاخوه يوفوا وقدوا الله يسلمك يا سيدي. هلا السؤال اللي بدي اقوله انا يعني وات از ذا نيكست، يعني ما شاء الله ما راح نتركك مثل ما بيقولوا. وبدنا نشوف او هيك نعمل البلان، يعني اللي قدمته انت كان مدخل بصراحه. صح بالضبط. وهذا بس بقى هلا موجودين نحن هلا 100 تقريبا ما شاء الله، وفي ناس كثير ما قدرت تدخل وهيك، ايش خرج نعمل مع بعضنا تعمل لنا يعني عروض لتريننج لهيك؟ في كثير اكيد من الاخوه هلا بخاطر ببالهم هالسؤال، وشلون واحد يعني يمشي معك ويستفيد من خبرتك ما شاء الله. طبعا لاني اسلوبك ما شاء الله وعم تعطينا هالمعلومات هي بلغتنا الام، يعني هي كمان لازم واحد يحكي فيها. بالغرب مثلا بجوز تحضر باللغه الالمانيه باللغه الانجليزيه وهيك، بس اما انت ما شاء الله تدخيل الامثله الواقعيه بالمعلومه النظريه، كل هاي الامور بتخلي الواحد يقول اوكي لازم نتابع مع الاستاذ وليد. تمام. طبعا وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ان احنا ان شاء الله هنخطط نعمل يعني بقى كورسات تفصيليه متركزه بقى، يعني نعمل مثلا كورس بس عن التسعير، نعمل كورس مثلا على الكليمز، نعمل كورس مثلا على الفورنسيك بلاننج زي تعمل اكستنشن اوف تايم اناليسيس اند اكستنشن اوف كليمز، نعمل كورس عن البرمجه الزمنيه زي تعمل ازاي تشتغل بالبرمافيرا. فطبعا الموضوع كبير يا جماعه، طبعا دي يعني يعني مش في يوم وليله ممكن تخلص الكلام ده كله. ده يعني كل عنوان من دول عايز له كورس، وممكن يعني بقى نشوف انتوا مثلا ايه، نحط مثلا النقط دي كلها وناخد مثلا اصوات الناس على الجروب، يعني تحبوا مثلا نبدا بايه؟ يعني لو اغلب الناس قالوا مثلا نبدا بالبريمافيرا، ممكن نبدا نعمل برنامج للبريمافيرا، نبدا نشرح البريمافيرا بشكل مفصل اكتر في كورس متكامل مثلا وهكذا. فده اللي احنا ممكن نبدا نشتغل عليه ان شاء الله الفتره الجايه يعني. ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله. عفوا. ابجد سؤالين، اخر سؤالين، ما هو الفرق بين البلاننج انجينير والبلانر؟ يعني بص، في حاجات كده ما فيهاش يعني، انت حط الفرق اللي انت عايزه هيمشي. يعني هو ما بنقول بلانر يعني ما حطش كلمه انجينير، اكيد يبقى هو مش انجينير. ممكن يعني ان احنا مثلا في بريطانيا شغلانه مشهوره جدا اسمها ويدنج بلانر. ويدنج بلانر ده اللي هو بيعمل تخطيط لحفلات الزفاف مثلا، وشغلانه مطلوبه جدا، فده ملوش علاقه مثلا بالهندسه، ده حد وهكذا. فكلمه بلانر دي ممكن يعني تطلق على حاجه كتيره جدا يعني. لكن لما انا بشتغل في المشاريع الهندسيه بيبقى غالبا بيبقى مهندس، لانه عشان يبقى فاهم التاسك، فاهم الميثودولوجي، وفاهم فبيبقى مقترن بكلمه انجينير يعني كونستراكشن لو بيشتغل في الاي تي، لو بيشتغل، فعشان كده بيبقى مقترن بكلمه انجينير. لكن في الاخر يعني مسميات ما فيهاش صح وغلط برضو، يعني انت هتحطه اسمه بلانر، اسمه بلانر ممكن لما يكون صغير في السن شويه بيسموه بلانر، لكن هو في الاخر اسمه بلاننج انجينير، ولما بيكبر شويه او عنده خبره شويه بيسموه سينيور بلاننج انجينير، ولما يبقى مدير التخطيط يبقى بلاننج مانجر،
وهكذا ما يعني مش وساعات بيقول لك الفرق بين البلاننج انجينير نفس الكلام سكادجولر ويقول لك لا اصل السكادجولر ده هو بس اللي بيعمل اللي بيشتغل على برافيرا لكن مش فاهم كل دي كلام اجتهادات ما فيهاش يعني مرجعيه تقدر تقول انا طبقا للمنهجيه الفرنيه ده معناها كده لا كلها يعني اجتهادات لبعض الشركات وبعض الاشخاص. طب عايزين نصيح حضرتك للطلبه حديثي مشروع التخرج بتاعهم في المانجمنت يعملوا ايه يعني؟ وعايز النصيحه من حضرتك. تمام. اللي بيبدا يخش مشروع تخرج مانجمنت خلاص يبقى هو حاول يحدد اتجاهه فيبدا يشوف النقط اللي هو بيبدا اللي هو ده بقى الكارير بتاعه هيبقى فيها اللي هي زي انه يبقى بلاننج انجينير او كوست انجينير او هيشتغل في الكوست استيميشن والكوست كنترول. وطبعا دي من الحاجات النادره قوي يعني العالم العربي للاسف نادرين قوي قوي اللي بيفهموا كوست كنترول. انا حاولت على فكره يا جماعه برضو من يعني باي ذا واي يعني اشوف كل الناس اللي بتدرس كوست كنترول مفيش حد فعلا بيدرس كوست كنترول صح في اي مكان ولا في يوديمي ولا يعني فعلا الحاجه دي مش موجوده لكن في ناس طبعا بيعملوها في العالم العربي قليلين جدا بس ما بيدرسوهاش. فدي من الحاجات اللي ناقصه جدا في العالم العربي اللي فاهم يعني ايه كوست مانجمنت صح وبيعرف يعمل كوست بالذات في شغل الكونستراكشن يعني لانه عايز خلفيه في الحساب في يعني في الفاينانس وفي الاكاونتنج فدي مش موجوده في 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 فده يعني انصحه بالاتجاهات دي تشوف حد يتعلم منه كوست مانجمنت او يخش في البلاننج او لغايه ما يبدا بقى يتطور ان شاء الله في يوم من الايام يبقى بلاننج مانجر يبقى بروجكت مانجر وكلام من بس ده يبدا. ونصيحه ثانيه برضو فعلا قبل ما انسى ان حاول تشتغل بايدك شويه يعني ما تروحش على طول على المكتب وتبدا تقعد في المكتب. بصراحه احنا اتعلمنا في الاول او خبراتنا الكبيره جت بدانا في المواقع ما نزلنا مواقع وشفنا الشغل بيتم بعينينا وعرفنا اسماء الحاجات بعينينا وعرفنا اللي انت هتقعد تكتبه بايديك بعد كده على البريمافيرا او مايكروسوفت بروجكت او وات ايفر ابقى اعمله بايدك الاول عشان تحس بيه والا هتبقى زي كتير قوي من الواحد بيشوفهم بصراحه تلاقيهم عنده 10 سنين خبره وبصراحه ما يسواش مش عايز اقول كلمات يعني يبقى للاسف ما عندوش بقى فاضي من جوه مجرد واحد كده. لو جبت واحد معاه دبلوم صنايع وقعدت علمته بريمافيرا ممكن يبقى زيه يعني لا انا عشان تبقى فعلا بجد مهندس ابدا اشتغل في الموقع شويه ابدا شوف الشغل بعينيك ابدا اتمرمط شويه زي ما بيقولوا وابدا بعد كده خش في المكتب الفني والبلاننج والحاجات دي. تمام. طيب في سؤال موسع او بيقول الفرق بين البرمافيرا والنفس وركس. لا فرق كبير طبعا فرق كبير يعني دي برضو عايزه يعني عايزه عشان تقدر تفهمها برضو مش هتشرح في كلمتين ثلاثه. هي برضو زي مثلا لما اقول لك ايه الفرق بين الاوتوكاد والريفت يعني نفس الفكره كده ان المواضيع اتطورت قوي وصلت لابعاد كتيره قوي ما كانتش موجوده في المستوى ده. تمام. فاستخدام التول بيفرق في النتائج زي ما اقول لك زي ما حد برضو سال سؤال برضو كانت موجوده على البورد بيقول لك مثلا لو انا بعمل مشروع خطي زي مثلا بايب لاين زي طريق هل البرومافيرا كتول هي الانسب؟ الاجابه لا يعني الاجابه ممكن تكون غريبه او صادمه لبعضنا بس فعلا الاجابه لا. في برامج اقوى بكتير زي تيلوس مثلا في برنامج اسمه تيلوس لو انت بتعمل خط مترو انفاق خط قطر طريق بايب لاينز لا التيلوس هيديك نتائج مبهره يعني انا دايما بمثلها هو دايما حتى بيمثلوها كده يجيب لك برنامج مثلا كنا بنعمل مثلا المترو في احد الدول يعني فعاملين الجماعه بتوع البرومافيرا عاملين البرنامج الزمني عباره عن كام 250 صفحه اسري 250 صفحه اسري واحنا عاملين البرنامج على تيلوس نفس النتائج عاملينه على تيلوس على كام صفحه واحده بتديك نفس النتيجه اللي موجوده في 250 ورقه اسري متخيل الفرق. فاذا انت استخدام التول مهم جدا فنفس الكلام كده نافيس ووركس ليها يعني فكر مختلف فكر متقدم جدا ولكن ما زال لسه احنا برضو مرحلة الانتقالية احنا يعني ما قدرش اقول لك خلاص لا سيبك من ده ما ينفعش هو البرومافيرا لسه ما زال وجودها موجود اكزيست اليونيفاير جاي في السكة النابس ووركس قدامها شوية عشان تبقى منتشرة زي يعني وعلى حسب الناس هتتقبل الكلام ده ازاي. خلي بالك برضو سهولة وتمن السوفت وير والأفيلابيليتي بتاعته بتفرق على فكرة زي مثلا البرامج زي مثلا الويندوز والحاجات الثانيه. الويندوز انتشر عشان كان افيلابل ومتاح ببلاش او متاح ان هو ينزل ببلاش ما عملوش عليه رقابه عاليه
فالحاجات دي خلته ينتشر غير البرامج. فكل الكلام ده هيفرق الايام الجايه في انتشار بعض السوفت ويرز والتولز اللي موجوده. تمام يا استاذنا. طيب باشمهندس دكتور ابراهيم عنده سؤال وبعد كده ان شاء الله هناخد صوره تذكاريه وان شاء الله مع المهندس وليد بعد كده ان شاء الله كورس بعد 6 شهر مناسب لحضرتك. ان شاء الله انا شهر 6 يبقى عندي مشروع كده بخلص فيه وشهر 7 نبدا نرتب ان شاء الله. السلام عليكم. معلش مش سؤال ولا حاجه بس الله يبارك فيك بس يعني زياده معلومه حضرتك معرفش طبعا بالنسبه للاختبارات بتاعت البي بي شغاله اونلاين لحد الان بغض النظر عن المشكله كانت حصلت فلحد اللحظه اللي احنا فيها فعلا ما شاء الله كل اسبوع انا بتواصل مع زملاء ما شاء الله لنا. طب الحمد لله. طب كويس ان هم شغاله اوريدك وبشر الناس يعني مش طيب مشكله. طيب ما شاء الله حلو قوي الخبر ده كويس جدا شغالين الحمد لله وما شاء الله. طيب يعني كويس. ثاني حاجه كنت عاوز من حضرتك برضو من ضمن المحاضرات اللي هتعملها الاستراتيجي ريسك مانجمنت. تمام ان شاء الله نرتب محاضرات الاستراتيجي عامه يعني من الحاجات اللي انا بتساويني جدا ان شاء الله نرتب ليها محاضره. دي اوريدي انا يعني متخصص فيها فبحبها وعاوزها. حلو جدا حلو جدا ان شاء الله. لا تمام انا اسلم عمرك يا رب. الله يخليك شكرا ليك وجزاكم الله الف خير. ياكم وياكم جزاكم الله من فضله وعالم ان شاء الله ربنا يكرمك. الله يخليك. امين. وكل سنه وانتم طيبين جميعا. الصحه والسلامه. امين يا رب. شكرا مهندس عمر. شكرا. عشان سريع معاك كبر المره دي وبرضه والله للاسف اللابتوب كان الصوت فيه مش كويس فللاسف رجعت تاني اشتغل على الديسكتوب فالديسكتوب مش كامل. الله يكرمك. بس ممكن نعمل حاجه كده ثواني انا وان شاء الله اخر محاضره بكره وبعد كده ناخد اجازه عيد وان شاء الله نرجع اقوى باذن الله. ونشكركم جميعا على شكرا جزيلا وكل عام وانتم بألف خير ان شاء الله. الله يكرمك. الف شكر. السلام عليكم.